طيب تعال نشوف موضوع النهارده ايه. بص بقى يا سيدي، النهارده هنبدا نخش في قسم اخر في الشبكات ليه علاقه اكتر بالسكيورتي. اشمعنى؟ بص، هو الكورس بتاعنا فيه كذا موديول، كان فيه موديول هي دي. بص يا ستي، اخيرا اهي حبيبي من اول هنا. طيب النهارده سيشن كام؟ معلش 13. مشكلة بس هندسة ان لو بدأنا 8 هنلاقي شخصين بس اللي قاعدين في القاعة، فلازم تيجي تحضر معانا كده. هي أمنية بالظبط كده، الشخصين اللي بيعملوا قلق في القاعة مش بس يعني. طيب فعايزين نشوف بس ايه الحاجات خدناها في الكورس. طبعا هتقولي لي صحيح بالظبط في الاول، بالظبط انسى في الشرح صح. الله عليك، ما شاء الله. حقيقي الكلمه دي كلمه حلوه. مين قال الجمله دي؟ في ناس لازم تخسرها عشان تعرف تنجح. يا احلى جمله في الدنيا الجمله دي، انا اكتشفتها بعد كتير من العمر. يعني انك انت مش هتنجح غير لو خسرت ناس في السكه. طيب عايز بقى اوري لك في رسمه كده مبسطه، هنفولو الفريم او هنفولو الباكت ونشوف يا ترى الفريم او الباكت كانت محتاجه ايه. الهدف من الشرح بتاع السبوره دي نعرف بعض الايسكس اللي جوه قلب سويتش اللي احنا ما درسناش لسه، فنحاول ان احنا نفهمها ان شاء الله في الفتره القادمه من الكورس. يعني يعني ادي سويتش، حلو. طيب ايه اللي بيحصل؟ السويتش بتبدا تخش له فريم، حصل. ومفروض ان السويتش عشان خاطر يقدر يخرج الفريم دي من الناحيه الثانيه، يعني ايه؟ يعني سويتش هتخش الفريم في بورت بنسميها انجرس بورت، انجرس ان، ومفروض هيخرج الفريم من بورت هنسميها ايجرس، ايجرس يعني اكزيت، اكزيت بورت. فهيطلع ان في شويه اسكس بتعدي عليها الداتا، والهدف من الاسكس دي ان احنا نجاوب على بعض الاجابات. زي ايه مثلا؟ زي مثلا وير يعني اخرج الداتا دي من اي اتجاه، وذر يعني هل هخرج الداتا دي ولا ما اخرجهاش، وهاو يعني اخرج الداتا دي بشكل عامل ازاي. تعالوا نشوف مع بعض اول سؤال. الداتا لما تيجي تخش وير اخرجها منين؟ مين اللي هيجاوب على السؤال ده؟ اللي هيجاوب على السؤال ده الايسكس الخاصه بالسويتشنج والايسكس الخاصه بالراوتنج. طب معلش، الايسكس الخاصه بالسويتشنج اللي هي زي ايه؟ الايسكس اللي بتبدا تشوف الديستنيشن ماك وتقارنه بجدول اسمه الماك تيبل. بصوا الحقيقه الجدول بتاعنا احنا اتعودنا اسمه ماك تيبل، بس ليه اسم قديم لازم برضو تبقى عارف عنه، عشان في انترفيوهات في شغل بيسموا الماك تيبل بالاسم ده، الكام تيبل. اختصار لايه كلمه كام؟ كام اختصار لكونتنت الوكيشن ميموري. ان الاسم القديم للماك تيبل كونتنت الوكيشن ميموري على اساس ايه؟ على اساس ان الماك تيبل كان بيتحط في الميموري، الميموري دي اللي بيتحط فيها الماكات مع البورتات، فكانت الكونتنت المحتوى بتاع الموضوع ده الوكيتد في الميموري دي. فايه هو الكام؟ هو نفسه الماك تيبل، بس يعني ايه بصيغه قديمه او بمسمى قديم شويه. فده الاول بتخش تعدي على الكام هو الماك تيبل. طيب عشان نقدر نجاوب على ايه؟ نقدر نجاوب يا ترى كلير 2، يا ترى هنسويتش الداتا ازاي؟ طيب وبعدين؟ ساعات تطلع الداتا دي مش هينفع انها تبقى سويتش بس، لازم الداتا دي يحصل لها راوتنج، لازم تعدي على الراوتنج تيبل. فبتبدا الداتا من خلال دايره اسمها دايره السيف، سيسكو اكسبريس فورورد، يحصل لها لاير 3 راوتنج. ده من خلال احنا بنعدي على ايه؟ نعدي على جدول اسمه ايه الجدول؟ اسمه الفيب تيبل. ده كده مالتي لاير بالظبط كده. بمعنى لو كانت هي فريم وبنعدي على كام وبنخرج على طول على الايجرس بورت كان يبقى ده كده لاير 2 سويتش. اما لو هو مالتي لاير سويتش ودوره انه يراوت كمان، الداتا بتعدي على الكام اللي هو الماك تيبل، وبعد كده بتعدي على حاجه اسمها الفيب. ايه هو الفيب؟ الفيب اختصار لي فوروردنج انفورميشن بيز. فوروردنج انفورميشن بيز اللي هو الراوتنج تيبل بس ان هاردوير ايسك، يعني راوتنج تيبل ومتظبط في ايس هات تكون هاردوير ايسك. اسمها ايه الهاردوير ايسك؟ هاردوير ايسك بتاعته اسمها السيف.
ان شاء الله لما نبدا الجزء الخاص بالراوتنج هنتهري بقى من الايسك دي ونتكلم فيها بشكل كبير قوي. هي بقت مش بس جوه السويتشات دلوقتي، هي اصبحت دلوقتي موجوده جوه الراوترات. طيب في نفس الوقت ان الداتا فيه بتعدي في المسار ده ان بارلل، بتعدي على جدول تاني، بتعدي على ايسكس ثانيه، بتاخد القرار اذا كان ويذر. ويذر يعني ايه؟ هل الداتا دي اصلا تعدي ولا لا؟ يعني على ما نفكر الداتا دي هتخرج منين؟ نبدا نشوف يا ترى معايير السكيورتي ممنوع ولا مسموح ان الداتا تيجي انها تعدي. طب الداتا بتعدي على ايه؟ بتعدي على جدول. الجدول ده بيتحط فيه كل السكيورتي بوليسيز، كل سياسات السكيورتي. طب واسمه ايه الجدول ده؟ جدول اسمه التي كام. كده احنا عندنا في جدول اسمه الكام، ده هو نفسه الماك تيبل، بيبقى فيه الماكات مع البورتات، وفي جدول اسمه الفيب، ده اللي هو بمثابه الراوتنج تيبل، في جدول ثالث اسمه التي كام. التي كام اختصار لكلمه ترنري كام. ايه الفرق؟ الترنري كام عباره عن الميموري اللي بيتحط فيها كل السكيورتي بوليسز. يعني السكيورتي بوليسز يعني مثلا حاجه زي اكسس كنترول ليست، سكيورتي فيتشرز، هم اي حاجه ليها علاقه بالسكيورتي المعلومات الخاصه بيها بتتحط هنا في التي كام. واحنا الدور بقى بتاعنا في الفتره دي في الكورس عايزين نشرح حته ويذر بقى اللي هي ايه، هل الداتا دي تعدي ولا لا، وايه اسس السكيورتي اللي عايزين نتكلم فيه. اختصار دي معلش هندسه اسمها اي 6 ترنري كام. ترنري كام الكام الثلاثيه، مش قصدك على التي كام هندسه ولا حاجه ثانيه؟ تمام. طيب السؤال بقى الاخير، وده بيبقى في نفس الوقت الداتا بتعدي عليه، هاو. هاو دي يعني هنخرج الداتا ازاي، دي بتبقى اجابه ميموري برضو اسمها تي كام، بس الميموري دي محطوط فيها حاجه اسمها الكواليتي اوف سيرفيس بوليسيز. بمعنى لو حد يمكن كان حاضر السي سي ان اي، معلش افكرك كده، كنا في سي سي ان اي بنشرح بشكل مبسط كده محاضره 7 في الاول خالص، ان السويتش لما بتجي له داتا بيبدا يوزعها على الاي 6 بتاعته، بس الموضوع بيكبر شويه معانا بقى ايه كل ما بدانا احنا كمان بالمعلومات، ان في ايسك اسمها ايه الايسك دي؟ اسمها الليرنينج ايسك، في ايسك اسمها الفوروردنج ايسك، هم دول بتوع ايه؟ هم بتوع الماك تيبل وبتوع الراوتنج تيبل. طب وايه كمان؟ وفي ايسك اسمها السكيورتي ايسك، وفي ايسك اسمها كواليتي اوف سيرفيس ايسك. عارف هو نفس الكلام بالظبط بتاع سي سي ان ايه، بس على شكل ممكن يكون بس مجعلص اكتر، سكيورتي بوليسيز. ايه كمان؟ كواليتي اوف سيرفيس بوليسيز. بمعنى الداتا اللي بيحصلها اول ما بتخش تعدي على كام وتي كام وتي كام كمان. الكام الاولانيه اللي هي المكتب، التي كام السكيورتي ايسكس بتحط كل النتيجه بتاعتها في جدول اسمه تي كام. ولو عملنا حاجه اسمها كواليتي اوف سيرفيس وبريورتيز تبدا البريورتيز والبوليسيز بتاعتها وسياساتها كلها تتحط في جدول تاني اسمه تي كام. طب وبعدين لو ده مالتي داتا سويتش لازم هنعدي بعد كده على الفيد تيبل، وبعد كده نبدا ناخد القرار نخرج منين؟ نخرج ولا لا؟ طب نخرج ازاي؟ نخرج ازاي يعني البريورتي بتاعتنا تبقى ايه؟ الاولويه بتاعتنا تبقى ايه؟ على حسب الكواليتي اوف سيرفيس بوليسي. احنا دلوقتي في الكورس في الفتره اللي عايزين نناقش فيها السكيورتي بوليسيز بتتم ازاي؟ هندرس ايه النهارده؟ نوعين من السكيورتي. ازاي تعمل سكيورتي على الاجهزه نفسها؟ بمعنى ان ما حدش يخش على السويتش وما حدش يخش على الراوتر الا بسكيورتي تكون عاليه شويه. والنوع الثاني من السكيورتي اللي عايزين ندرسها ان ما فيش موظف يعدي داتا الا برضه بسكيورتي. يعني عايزين نعمل نوعين من السكيورتي. سكيورتي للادمنستريتورز اللي هو انت ممنوع تخش على راوتر او سويتش او فاير وول الا لما يبقى عليه سكيورتي عاليه شويه، هنعمل لك شويه سكيورتي. او نعمل سكيورتي للموظفين، موظف عايز يبعت داتا وانا عايز ادي بيرميشنز، ده ممنوع لا مسموح، حاجه زي اكسس مثلا كنترول ليست او غيرها من الفيتشرز. تعالى نبدا اول فيتشر عندنا، فيتشر اسمها التريبل اي. هندرس التريبل اي في اول سبوره لمين؟ للوجن. بمعنى ايه للوجن؟ لو حد عايز يلوج ان على السويتش عشان يعمل له سيتنجز او كونفيجريشن ما نخلوش لوجن الا بسكيورتي فيتشر عاليه هنسميها الاي اي اي. الاي يمكن الناس سمعت عنها في الكورس كذا مره، اوثنتيكيشن اوثرايزيشن اكاونتنج، اللي بدات تتنفذ دلوقتي ب يعني هاردوير ديفايس جديد اسمه الايس، ابلاينس جديد سيسكو عاملاه اسمه الايس، ايس اللي هو اي اس اي ايدنتيتي سيرفيس انجن، اللي هو بيقدر يجيب الايدنتيتي بتاعت الاشخاص اللي في الشبكه ويعرف اذا كان ده مصرح ليه يعمل الاكشن ده في الشبكه ولا لا. طيب عايزين ناخد صوره لتلك السبوره، شفتها اول سبوره عدت بسرعه، شوف حلو قوي ازاي كده، تقلق انت لما تلاقي السبوره بتعدي. مش كده هنخلص الساعه 9 فعلا؟ فعلا طبعا هنخلص الساعه 9 اكيد. شوف بس السبوره الثانيه. شوف بس السبوره الثانيه ما تستعجلش. اخ انا عارف انكم هتعملوا لي ميوت، لا هي النهارده نص ناس ما جاتش عشان الماتش. عملنا ميوت من دلوقتي يا هندسه. ايه ده؟ عملنا ميوت من دلوقتي. من دلوقتي بالظبط كده. ليه في استوديو تحليلي؟
بس مش مهم الماتش ده، مهم الماتش العوده سكند ليج. انا اهلاوي طبعا. لا 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 مش انا. هندسه واحنا هنتكلم عن ايه النهارده اصلا؟ النهارده يا سيدي هنتكلم ازاي ممكن نعمل سكيورتي جوه الكامبوس اريا نتورك بتاعتنا. ده الموضوع بتاعنا. تمام. عايزين نشوف الايسك، الايسك بتاعت السكيورتي دي، السكيورتي بورس دي هتتنفذ ازاي؟ الجدول اسمه تي كام اللي بيتحط فيه المعلومات اللي هنعمل بيها سكيورتي بيتحط فيه ايه؟ مال. موضوع شكله الساعة 9 بقى. ماشي بالظبط كده. الساعة 9 بس بكره مش النهارده. انا عشان كده بقى الناس ما جاتش النهارده فاكرين هنخلص 9. الطيبين قوي. انا سايب الحاجات دي لماتش السنغال، عندنا ماتشين السنغال، ماتش عوده مع سايبين التقايل للسنغال. ماتش عوده بالظبط، سايبين الكلام ده للتقايل، لكن ماتش النهارده لسه تسخين على ارضنا حتى. ايه ده؟ الماتش ده خل... انا معرفش اصلا مين بيلعب. مصر ومين؟ ايه صن داونز النهارده؟ لا معقوله؟ عادي الاهلي بيكسب صن داونز على طول يعني، مفيش مشاكل، مش عارفين نشوف الماتش، هنشوف الماتش ليه؟ متوقعين النتيجه، مين نشوف الماتش؟ طيب تعالى نشوف هنعمل ازاي سكيورتي اون ديفايسز اكسس، يعني حد عايز ياكسس الديفايس بس الغرض ايه؟ غرض الادمنستريشن، غرض يعملها كونفجريشن، غرض يعملها السيتنجز بتاعتها. وعايزين نعمل السكيورتي دي بطريقه تعتبر من الادفانسد ميثودز دلوقتي يوزنج التريبل اي. طب ايه تاني هو التريبل اي؟ التريبل اي هي عباره عن فيتشر نقدر نعمل بيها اوثنتيكيشن. اوثنتيكيشن معناها يكون في توثيق، وثيقه متبادله ما بين الاشخاص وبعضيها. اوثورايزيشن، اوثورايزيشن معناها بريفليجز، صلاحيات. هو ده سيرفيس بتنفذ على سيرفر مظبوط. عشان نيجي بقى نخش على سويتش، عايزين سيرفر هو اللي يسمح للناس اذا كانت تخش على سويتش ده ولا لا. شركه مثلا زي شركه اورنج احنا عايزين فيها 1500 موظف، فاحنا عايزين اللي يحصل لما يجي موظف يخش على سويتش من السويتشات السيرفر هو اللي يدي بيرميشن هل ده موظف ولا لا. هي الايسك دي، الايسك دي جوه قلب السويتش اللي هيتحط عليها بقى الكوماندات اللي هي تقول له ايه، اسال السيرفر، روح للسيرفر، ايه اليوزر نيم والباسورد، ياكسس ولا لا، طب ايه صلاحياته بالظبط كده، تاخد القرار لا ويذر ولا لا، يعني يعدي ولا ما يعديش. طيب اوثنتيكيشن بمعنى ايه؟ ان يكون عندنا يوزر نيم وباسورد عشان خاطر نقدر ان احنا نكون في ثقه متبادله ما بين الناس اللي بتحاول تاكسس على السويتشات بتاعتنا عشان تعملها كونفجريشن. والايه الاخيره؟ accounting. بمعنى ايه كلمه accounting؟ accounting بمعنى monitoring and auditing. ان انا امونيتور اللي داخلين على الشبكه دول كانوا داخلين على سويتش يعملوا ايه. فتاني كده احنا ايه الهدف من شرح التريبل اي في السبوره دي؟ ان السبوره الجايه هتبقى شرح مختلف، ان احنا هيبقى عندنا ادي سويتش وحد عايز يعمل ايه على سويتش، حد عايز يلوج ان. فواحد عايز يلوج ان يعني ايه؟ يخش من الكونسول يكونفيجر، يخش من التلنت والاس اس اتش عشان خاطر يكونفيجر، يخش بالاس ام بي عشان خاطر يكونفيجر. فاحنا عايزين نبدا ان احنا نعمل سكيورتي باستخدام حاجه اسمها التريبل اي. طب يعني عايزين نعمل ايه؟ عايزين من الاخر كل ما حد يجي يخش يبقى في عندنا زي مثلا كده سيرفر، السيرفر ده عنده جدول، الجدول ده فيه ايه؟ ده فيه اليوزر نيمز والباسوردز بتاعه الموظفين. ففي عندنا يوزر نيم، في عندنا باسورد، وكل موظف من الموظفين دول ايه صلاحياته؟ يعني مثلا لو في موظف اسمه اي اتش ام، اليوزر نيم بتاعه اي اتش ام، الباسورد بتاعته سيسكو، يا ترى ايه هي البريفليجز؟ ايه هي الصلاحيات بتاعته؟ يعني ايه الكوماندات اللي يكتبها؟ عندنا في كوماندات خاصه بالسكيورتي وبالراوتنج وبالسويتشنج بالفويس، فيا ترى ايه الحاجات اللي ممكن يعملها؟ واكونتنج ان انا نبدا ان احنا نمونيتور. نمونيتور بمعنى اشوف هو داخل الساعه كام؟ يعني يعني ستارت تايم داخل الساعه كام؟ على السويتش. ايه كمان؟ اند تايم خرج الساعه كام من ان هو بيكونفجر السويتش؟ وان بتوين في النص ايه اللي حصل؟ عمل ايه؟ ايه الكونفجريشن اللي عملها؟ ممكن يكون عمل كونفجريشن لحاجه في السكيورتي بوظ لنا الدنيا، يكون عمل كونفجريشن لراوتنج بروتوكول اذى الدنيا، يكون فصل راوتنج بروتوكول او لغى لغى الوجود بتاعته. طيب بمعنى البريفليجز هنا المقصود بيها ايه؟ هي الكوماندات اللي مسموح لليوزر ده ان هو يعملها. طب احنا عندنا كام طريقه نقدر نعمل بيها موضوع الاوثنتيكيشن ده؟ بص هو الاوثنتيكيشن عشان يتم بالتريبل ايه
الاوثنتيكيشن ممكن يتم بشكل يكون بسيط قوي من خلال لوكال داتابيز. يعني كلمه لوكال داتابيز، لوكال داتابيز يعني ان انا اخش على سويتش ذات نفسه وما احتاجش للسيرفر دوت، اروح حاطط اليوزر نيمز والباسورد على سويتش. دي احنا هنعملها ان شاء الله اللي جاي على طول. يعني نيجي نعمل ايه؟ لو عايزين نعرف لوكال داتابيز هنبدا ان احنا نيجي على سويتشات، نروح قايلين كده في الكونفيجريشن، خش على الكونفيج تقول له في يوزر نيم اسمه اي اتش ام، الباسورد بتاعته ايه؟ والباسورد بتاعته سيسكو. طيب افرض الشركه فيها كذا نتورك انجينير بيأكسس على السويتشات عشان يعمل لها كونفيجريشن، هعمل لهم في نفس اللوكال داتابيز يوزر نيمز وباسوردز. فمثلا كريم ماله شغال معانا في الشركه، هنفتح له على كل سويتش يوزر نيم كريم وباسورد مثلا بيسكو، وهكذا. كل ما في نتورك ادمنستريتور يخش على الشبكه انا ممكن اعرف له داتابيز بالشكل ده. دي كده اسمها ايه؟ لوكال داتابيز. ايه ده؟ لسه ما ادتلوش البريفج بالظبط كده، مجرد عملت له بس ايه كده لسه اوثنتيكيشن. طيب في طريقه ثانيه للاوثنتيكيشن، في حقيقه الطريقه دي طريقه بايخه قوي. لو جينا فكرنا مثلا في شركه زي شركه اورنج، شركه اورنج عندها كام سويتش وكام راوتر؟ ده كتير. طب عندها كام موظف؟ ده كتير. وانا هاجي اكتب على كل سويتش وكل راوتر لوكال داتابيز بكل الموظفين، يعني عندهم 1500 موظف من حقهم يخشوا ويكونفيجر ويشوف حاجات زي كده. فانا هخش على كل سويتش اروح قايل له ال 1500 موظف كوبي وبيست، اكتب 1500 موظف كوبي وبيست على كل راوتر 1500 موظف، بحيث لما يجي يخش يبدا يبقى عليه لوكال داتابيز. ساعتها بقى نضطر نجيب سيرفر. اي نوع من السيرفرات؟ لو عايز تشتغل ستاندرد في سيرفر اسمه ريديوس سيرفر، يعني تبدا تجيب سيرفر وتسطب عليه ابلكيشن، الابلكيشن دي اسمها ريديوس. اول ما تفتح الابلكيشن اسمها ريديوس هيبدا الابلكيشن دي تفتح لك الجدول ده، هتحط اليوزر نيمز والباسوردز، تحط ايه الكوماندات، ان اليوزر نيم والباسورد مثلا اخره شوال، اخره بينج، اخره تلنت، لكن مثلا ما يقدرش يعمل كونفيتي، ما يقدرش يخش على الكونفيجريشن، ما يقدرش يعمل ديباجات. طيب وازاي لو انا شغال بطريقه الراديوس اقدر اعرف السويتشات بتاعتي مين هو السويتش السيرفر الراديوس؟ انا اجي سويتش اقول له ايه؟ حد بيلوجن عليك؟ طب معلش روح اسال الراديوس سيرفر اذا كان ممكن تعديه وتدي له البرميشن ده ولا لا؟ وذر ان هو يقدر يخش جوه سويتش ولا لا؟ عشان اعرف موضوع الراديوس ده خش على الكونفيجريشن، كوماند اسمه radius ده على سويتش داش سيرفر او على الراوتر هوست، واروح حاطط الاي بي بتاع السيرفر. يعني مثلا لو السيرفر ده الاي بي بتاعه 10.1.1.1 راح قايل له 10.1.1.1 هو ده الراديوس سيرفر، فالراديوس سيرفر هو الهوست اللي الاي بي بتاعه 10.1.1.1، فكده بحط له الاي بي بتاع السيرفر. طب انا بعمل ايه على السيرفر؟ ابقى مسطب ابلكيشن اسمها ريديوس، معرف له اليوزر نيم والباسورد والكوماندات، ويقدر يمونيتور كمان كل حاجه. ايه الطريقه الثالثه؟ الطريقه الثالثه ان انا ممكن اشتغل بطريقه التكاكس. ايه التكاكس؟ بص التكاكس دي طريقه كانت سيسكو اخترعتها ولقيت ان فيها بعض العيوب، فعملت منها اصدار جديد اسمه تكاكس بلس تنافس بيها الريديوس. طب انا لو شغلت تكاكس هعمل ايه؟ لو شغلت تكاكس اسمها تكاكس بلس هخش على الكونفيجريشن برده بتاعت السويتش واعمل ايه على سويتش؟ اقول له في تكاكس داش سيرفر. ايه تكاكس ده؟ ده سيرفيس او ابلكيشن. الابلكيشن دي لو سطبتها ايه اللي هيحصل؟ هتخلي برضو السيرفر بتاعك يقدر يفتح لك الجدول اللي بالشكل ده. فتكاكس سيرفر واقول له هوست وراح قايل له الاي بي بتاع السيرفر. يعني من الاخر احنا عندنا كام طريقه ممكن نعمل بيها الاوثنتيكيشن. طريقه تعتبر مش سكيلبل لانك انت تعرف لوكال داتابيز على كل سويتش وكل راوتر. طريقه سكيلبل انك تجمع داتابيز دي كلها على سيرفر وتيجي للسويتشات والراوترات اللي في الشبكه تقول لهم ايه؟ تقول لهم لو حبيتوا تسالوا روحوا اسالوا 10111. فين بقول لهم روحوا اسالوا 10111؟ بقول لهم الريدي السيرفر اهو 10111. التكاكس لو هنشتغل تكاكس سيرفر 111. ايه الفرق طيب ما بين التكاكس والسيرفر بشكل مبسط عشان ما تنامش مني؟ التكاكس اختراع سيسكو فتشتغل بيها وانت شغال في سيسكو انفايرمنت مش هتحصل لك ان شاء الله مشاكل. ميكسد انفايرمنت ممكن تحصل لك مشاكل، فده سيسكو ده ستاندرد. الاثنين عباره عن ابلكيشنز، هدفهم ايه؟ الابلكيشن تسطبها على السيرفر ويفتح لك الجدول بالشكل ده. بس التكاكس شغال از تي سي بي سيرفيس والريديوس شغال از يو دي بي. تفرق معانا في ايه؟ الريديوس يعتبر اسرع وانجز. ايه كمان؟ التكاكس للاسف في ليميتد اكاونتنج. بمعنى ايه كلمه ليميتد اكاونتنج؟ المعلومات بالظبط اللي بيقعد يمونيتور هي مجرد بس الستارت والاند. لكن بالنسبه للريديوس، الريديوس عنده اكستندد اكاونتنج، يعني يقدر ان هو يعمل لك مراقبه تفصيليه. فاحنا طبيعي احنا بنشتغل اكتر بايه؟
اشتغل اكتر بالريديوس، هتلاقي اغلب الشركات بتحب ان هي تشتغل بالريديوس. حلو بقى، احنا كده كله قلنا ايه؟ كله قلنا للسويتش انه في يا لوكال داتا بيس، يا في سيرفرات ريديوس، يا في سيرفرات تاكس. فين بقى اقول بقى للسويتش؟ لو حد جه لوجن عليك على الفي تي واي، على الكونسول، على الاس اس اتش، على الحاجات دي كلها، وباسال الريديوس. فهي بقى هتيجي هنا بقى دور تشغيل ايسك. الايسك دي اللي هي ايسك بتاعت التريبل اي، زي شغل ايسك بتاعت التريبل اي اللي هتلم الكلام ده كله في بوليسي واحده. انا هخش على سويتش واقول له شغال لي اي 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 بالطريقه الجديده، نيو موديل. نيو موديل مقصود بيها ان احنا هنشتغل ان هاردوير بيست. كان في طريقه دي اسمها اولد موديل. اولد موديل ده اللي يبقى كل الشغل بتاعنا سوفت وير بيست، بس السكيورتي ان سوفت وير بطيئه جدا جدا. هي مش ناقصه يعني ايه؟ يعني احنا بالنسبه لنا لما تبقى الاجهزه بتاعتك سريعه تيجي تشغل عليها سيستم سكيورتي، بدل ما كانت الاجهزه سريعه شغاله بالمايكرو سكند، تشغل السكيورتي تلاقيها بقت تشتغل بالملي سكند. فاحنا هنعمل ايه؟ هنشتغل بالنيو موديل عشان تبقى شغال بالايسكس. اني ايسكس اللي بتعمل سكيورتي بوليسي. يعني كده الكوماند ده بيعمل ايه؟ الكوماند ده بياكتيفيت الاي اي اي ايسك ابلكيشن سبيسيفيك اي سي. يعني من الاخر بياكتيفيت السكيورتي ايسك دي. احنا عندنا كذا سكيورتي ايسك، او كل فيتشر سكيورتي ومعمول لها سكيورتي ايسك مخصوص. يعني يمكن لو حد مثلا حضر السي سي ان اي، في حاجه اسمها بورت سكيورتي دي ايسك، في حاجه اسمها دي اتش سي بي سنوبنج دي ايسك، دايناميك ار بي انسبكشن دي ايسك. يعني دي كلها ايسكس. في هنا بقى تريبل ايسك دي جديده معانا. طب ماشي، انا عايز اقول بقى للسويتش، عايز اقول له احنا شغلنا الايسك بتاعت السكيورتي. ماشي، عايز اقول له بقى دخل الحاجات دي معانا في الموضوع. فاروح قايل له كده، اقول له انا عايز استغل التريبل اي عشان اعمل اوثنتيكيشن لمين. بص بقى، انا عايز اعمل اوثنتيكيشن لمين؟ للي هيحاول يلوجن. كلمه لوجن دي مهمه جدا جدا لسبب. السبوره اللي جايه هنكتب نفس الكلام ده، يعني هنعيده تاني، بس الكلمه ده كلمه لوجن هنقوله احنا عايزين اليوزرز بقى وهي بتحاول تعدي داتا ما تخليهمش يعدوا. امال اللوجن هنا مقصود بيها ايه؟ لوجن معناها الدخول للادمنستريشن. انا اخش عشان اغير حاجات في الكونفيجريشن بتاعه السويتش او الراوتر. هقول له ايه اوثنتيكيشن لوجن؟ لا لا، مش موجودين بالديفولت. لا لا مستحيل. يمكن كان في اديشنز او اي اس اس كاتباه بقى، لكن او انت شفتيه مكتوب عشان حد كان عمله. لا انا ما بفتح، انا عملت احنا لما هنيجي نجرب مثلا في اللاب الجاي هنلاقي لو ما عملناش الامر ده ما بيفتحناش اصلا الهاردوير كوماندز. تلاقي الكوماندز الموجوده اوامر قليله قوي كلها كانت شغاله سوفت وير. لسه فاتحه السويتش؟ يمكن ليه؟ لان مثلا في سويتشات جديده بقت السيف انيبلد باي ديفولت عليها. فهمت؟ عارف الايسكس بتاعت الكوتنج انيبل، يمكن ايسكس السكيورتي تكون انيبلد برضه. صح كده بقى، دي طريقه تعتبر ايه احدث بقى. ان احنا نعمل ايه؟ يوزر نيم وباسورد. مش بس ده، كمان نعمل يوزر نيم وباسورد وصلاحيات كوماندات. انت لو حاطط على الكونسول باسورد، طب بتقدر تقول له اللي داخل بالكونسول ده يعمل اني كوماندات؟ طب بلاش. الباسورد دي مش هي باسورد واحده بس لكل اللي داخلين على الكونسول، لكن انا بعمل ايه لكل نتورك انجينير. يعني انت التيم مثلا بتاع النتورك بتاعتنا في 10 افراد، انا مش عايز كل الافراد دي يقدروا يخشوا على سويتش. خمسه منهم يخشوا، خمسه لا، والخمسه اللي يخشوا اثنين منهم يعملوا شوهات، والثلاثه اللي بيعملوا كونفيجريشن. مثلا هم عندهم في الشغل مثلا في شركه زي اورنج، ايه اللي بيحصل؟ مش كل الناس ليها صلاحيات ان هي تقدر تعمل كونفيتي كونفيجر. امال ايه؟ هو صلاحياته في الاول يشوف. الناس بنتكلم ان صلاحياتك هتبقى في الاول تشو. طب ازاي كنت تعمل حاجه زي كده؟ التريبل ايه اللي يقدر يساعدك في حاجه زي دي؟ ايه ده؟ لا ده هنا اللوجن. لوجن معناها ايه؟ الكونسول للفي تي واي، البورت الحته اللي جايه. يعني واحد يخش على البورت عشان خاطر يبعت داتا، دي السبوره اللي جايه. لكن هنا انا بس بعمل ايه؟ ديفايسز اكسس، باكسس على الديفايسز. باكسس على الديفايسز ليه؟ فور كونفيجريشن. انا بس عايز اعمل لها كونفيجريشن مش بعدي داتا. فانا بقول له انا عايز اعمل بالتريبل ايه ده؟ اوثنتيكيشن. ليه؟ للي هيحمل لوجن. بص بقى، الكلمه دي كلمه ليها مفعول السحر، كلمه ديفولت. مجرد ما بتكتب كلمه ديفولت، كلمه ديفولت دي بتخلي اللي احنا عملناه ده يتفعل على الاتي. على مين؟ على اي حاجه ليها علاقه بالمانجمنت بلين. ايش ايه المانجمنت بلين؟ حاجه اسمها مثلا لاين كونسول زيرو. ايه اللاين كونسول زيرو؟ ده عباره عن السوفت وير بتاع الكونسول اللي بنخش من خلاله عشان نكونفيجر. كلمه ديفولت دي مجرد ما انت كتبتها في كوماند اوتوماتيك بيبدا ان هو يتحط على كونفيج داش لاين. ايه هو؟ امر اسمه لوجن اوثنتيكيشن ديفولت. الامر ده بيعمل ايه؟ كلمه ديفولت دي مجرد ما اتكتبت بقت الكونسول شغال بطريقه الاوثنتيكيشن بتاعت التريبل اي. اي حد يوصل على الكونسول هيتعامل بالطريقه دي. ماشي، الطريقه دي اللي هي ايه؟ الطريقه دي ان احنا هنستعين بحاجه من الثلاثه دول. ايه دول؟ يعني نستعين بكلمه لوكال. لوكال يعني هنستعين بلوكال داتابيز. ايه الاوبشن الثاني؟ نستعين بجروب ريديوس. جروب ريديوس يعني هتستعين بمجموعه السيرفرات بتاعت الريديوس.
فين المجموعه؟ ده سيرفر واحد. انت لو عندك سيرفر وسيرفر باك اب وسيرفر باك اب للباك اب بنكتبهم تحت بعض، يعني تقول له ايه radius the server host 111 enter، radius the server host 112 enter. لو عندك كذا سيرفر ايه ده، او فيرتشوال، ممكن تبقى في فيرتشوال ماشين اصلا، يعني السيرفر ده عباره عن فيرتشوال ماشين جوه سيرفر حقيقي. فكلمه جروب radius، او الاوبشن الثالث جروب تاكس، او في اوبشن بقى انك تكتب نون. طب وانا اكتب نون يعني ايه؟ اكتب نون يعني معناها اقول ان احنا مش عايزين نعمل اوثنتيكيشن. طب انا كتبته ليه؟ هيطلع ان احنا ممكن نبقى نكتب كذا طريقه ورا بعض ونختار نون دي از باك اب. يعني ايه از باك اب؟ باك اب يعني تبقى طريقه احتياطي، وخصوصا لو بنجرب لسه حاجه. يعني احنا مثلا في اللاب الجاي هنعمل ايه؟ هنعمل اي اي اوثنتيكيشن لوجن ديفولت. كلمه ديفولت دي لوحدها خلت ايه اللي يحصل؟ اللي احنا بنحكيه ده كله يتنفذ على كونسول، مش بس على كونسول، شد خط، على اي انترفيس في تي واي. يعني مثلا لاين في تي واي دي بتاعت التلنت بتاعت الاس اس اتش مثلا من 0 ل 15، واحنا جوه الكونفج داش لاين، ايه اللي هيحصل؟ اوتوماتيك في كوماند كده هيتنفذ، امر اسمه لوجن اوثنتيكيشن ديفولت. فكلمه ديفولت معناها ايه؟ تقول له خلي ان الكلام ده يبقى بالفطره على كل الكونسول بورتس، على كل الفي تي واي سوفت ويرز، بحيث نقدر ننفذ البوليسي دي. البوليسي دي بقى بتقول ايه؟ ان احنا هنستعين بلوكال داتا بيز، او ممكن نختار جروب ايديز، او ممكن نختار جروب تاكس، او ممكن نون. تاني نون دي مش هنستخدمها كطريقه اساسيه لانك انت عامل كل ده عشان في الاخر تقول له نون ما تعملش اوثنتيكيشن. امال ممكن نعملها ازاي؟ ممكن مثلا كمثال هنعملها كده، ده اللي هنعمله فعلا في اللاب. مثلا هنقول له ايه؟ هنقول له اي 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 اوثنتيكيشن، يعني عايزين ننفذ من تريبل اي حته الاوثنتيكيشن. طيب بقى عايزين الاوثنتيكيشن ده لايه؟ كلمه لوجن مقصود بيها النتورك ادمنستريتورز اللي بيخش عشان يظبطوا السويتشات والراوترات بتاعتنا. ديفولت دي لوحدها كفيله ان ايه اللي يحصل؟ ان الفيتشر دي خلاص تتفعل على كل اللاين، يعني ده وده ماله؟ نو نيد ان احنا نكتبه، مش هنحتاج ان احنا نكتبه. ليه؟ هو اوتوماتيك كلمه ديفولت هتخلي ده يتكتب اوتوماتيك. طب هو في احيانا حاجه ممكن كان كلمه ديفولت مثلا تتكتب؟ بص من حقك بدل كلمه ديفولت هنا تكتب اي حاجه. ايه الحاجه دي؟ حاجه اسمها البوليسي نيم. يعني اكتب اي اسم بس بشرط لو كتبت هنا اي اسم عشان تفعلها على الكونسول بس او الفي تي واي بس تحط هنا نفس الاسم. فكلمه ديفولت بس ميزتها في ايه؟ انك خليت ان البوليسي نيم ديفولت، ودي اللي متفعله على كل الكونسول والفي تي واي، فمش هتحتاج تكتبها كده. انت كريت البوليسي كده، انت بس بتاكتيفيت البوليسي. فكلمه ديفولت هتاكتيفيت البوليسي على اللاين كونسول واللاين في تي واي من غير ما تتعب نفسك. يعني مثلا لو كتبنا تريبل اي اوثنتيكيشن لوجن اي، كان لازم عشان خاطر تفعل على الكونسول تقول له ايه؟ لوجن اوثنتيكيشن اي. تخش على الفيديو تقول لوجن اوثنتيكيشن ايه، يعني لازم تكتب اللي انت كتبته هنا بالظبط. لكن كلمه ديفولت هتخلي ايه اللي يحصل؟ هتخلي ان باي ديفولت ده يحصل، ان الكوماندات دي تبدا تتنفذ. انا قصدي يعني ده وده مش هنكتبهم، طالما اخترت كلمه ديفولت مش هتكتب. طب نيجي نكتب ايه بقى؟ نيجي نكتب الكلمه دي جروب ريديوس. كده انا بقول له هنعمل ايه؟ عايزين نعمل اوثنتيكيشن وهنستعين بجروب ريديوس. طبعا لازم كنت تبقى كاتب ايه؟ كنت تبقى كاتب مين الريديوس سيرفر، ولو في اكتر من ريديوس سيرفر هتدوس انتر وتخش جوه الكونفيجريشن وتروح عاملهم بالطريقه دي. يعني لو في ريديوس سيرفر تاني تقول له في ريديوس سيرفر تاني مين 10.1.1.2، عشان لو ده مثلا وقع ده الباك اب بتاعه. طب وبعدين بعد ما كتبت الكلام ده انا ممكن اروح قايل له بقى نن. طب يعني ايه نن؟ اخلي نن دي الباك اب سوليوشن. يعني لو الريديوس سيرفر وقع خلاص دخلنا وخلاص. فحاجه زي كده ممكن طبعا تتعمل في اي انفايرمنت، انفايرمنت فيها بس التجربه، انفايرمنت فيها لاب، انك انت مش واثق لسه ان ريديوس سيرفر ده شغال معاك ولا لا. فانت خايف انك لو كتبت كنت ريديوس سيرفر وسكت، لو ريديوس سيرفر ذات نفسه وقع ايه اللي هيحصل؟ لو ريديوس سيرفر وقع طب ما كده ما فيش حد هيخش على الشبكه، يجي اي حد يتلنت، اي حد هيخش على الكونسول، السويتش عمره ما هيرضى يدخلك، الراوتر بتاعك عمره هيقدر تخليك تقدر ان انت تعمل اي كونفيجريشن كوماندز. فكلمه نن معناها ايه؟ ان لو الجروب ريديوس دي فشلت بسبب اي حاجه، ان السيرفرات دي وقعت مثلا، نبدا ان احنا نن يعني دخلني وخلاص. فاحنا في اللاب هنبقى نجرب نن، بس انت بقى في الشغل اوعى تجرب نن. امال انت في الشغل ممكن تعمل ايه؟ اور في الشغل لو عايز تخلي فيه طريقه باك اب تروح قايل له كده انا عايز على سويتشاتي تعمل الكلام ده، على سويتشاتك وعلى راوتراتك، على الفاير وولز بتاعتك عايزين نعمل اوثنتيكيشن. لمين؟ للي هيحاول يلوجن. ازاي؟ ديفولت يعني نفذ لي الكلام ده على كل المداخل بتاعت السويتش، اي حاجه داخله على الكنترول بلين، على المانجمنت بلين دخلها لي. ممكن تروح قايل له ايه؟ جروب ريديوس. طيب وبعدين افرض الريديوس سيرفر فعلا وقع، تروح عامل كده لوكال. لوكال دي فادتني في ايه؟ ان يعني دي الطريقه الاساسيه، ولو ريديو السيرفر وقع على اي سبب مش عارفين نوصل له نستعين بلوكال داتابيز. تقول انت عامل حاجه حريفه بقى، ايه الحرفنه؟ انك انت تكون سايب يوزر نيم وباسورد على كل سويتش بتاع شخص واحد. مين الشخص ده؟ الاي تي هيد
الهيد بتاع النتورك بتاعتنا، التيم ليدر بتاعنا، يكون بس محطوط له يوزر نيم وباسورد از باك دور، بحيث ايه اللي حصل؟ يا جماعه نيجي نتنت، السويتش مش راضي. ليه مش راضي؟ اصل الريدي السيرفر وقع ومش عارفين نوصل له. يبدا يلجا للباك اب، والباك اب دي اوتوماتيك هتخلي السويتش يقول لك ايه؟ طب هات يوزر نيم وباسورد بتوع اللوكال داتابيز اللي موجود عندي. فساعتها يبقى انت بس عندك ايه؟ باك دور تقدر انت تخش بيه على سويتشات ساعه ما تبقى حاصله عندك مشكله. انا في اللاب هنجربها ازاي؟ هنجرب ريديوس حلو؟ وهنجرب بعديها نوم. فلما ريديوس سيرفر مثلا وقعه في اللاب هتلاقي السويتش راح قال لك طب اتفضل. طب ودي حاجه صح؟ في اللاب مش مشكله، لكن في شبكه حقيقيه بلاش تجرب مني دي خالص. اما نبقى نجرب مين؟ نبقى نجرب مثلا جروب ريديوس كحل اساسي. طيب وايه الحل الباك اب؟ يبقى الباك اب سوليوشن بتاعنا حته لوكال داتابيز تحط يوزر نيم وباسورد لشخص او اثنين مثلا يكونوا مصدر ثقه. فاول ما الشبكه تقع ومش عارفين نوصل لريديوس تقول طب معلش ممكن يا باشمهندس فلان تبعتوا لنا المهندس الفلاني يخش باليوزر نيم والباسورد بتاعنا. يمكن تكون انت مثلا قابلت حاجه شبه كده يعني قريبه منها. في كاشير يجي الكاشير يعمل لك حاجه في السوبر ماركت ويضرب لك حاجه بالغلط، فتلاقي الكاشير نفسه ممنوع ان هو يشيل، ملوش الصلاحيه ان هو يشيل الحاجه اللي اتضربت بالغلط. فعايزين المانجر لو سمحت يجي عشان هو اللي يخش باليوزر نيم والباسورد بتاعه يشيل حاجه من الحاجات دي. فيبقى متحط محطوط على كل جهاز لوكال نيم، لوكال يوزر نيم اند باسورد خاصين بمانجر مثلا معين، هو اللي يقدر يساعد لما يبقى في حاجه عايز بريفليج اعلى هو اللي يقدر يخش يعملها. بس فاحنا كده بس اللي احنا حكيناه ايه؟ ازاي انت ممكن تعمل طريقه اكثر ثراء من موضوع انك بس تحط مجرد باسورد على الفي تي واي والكونسول. نقدر اعمل ايه؟ احط يوزر نيم وباسورد وكمان واستعين بريديوس سيرفر او تكاك سيرفر عشان خاطر ايه؟ احط عليه اليوزر نيمز والباسوردز واخترق الكوماندات اللي يقدر يعملها يوزر نيم والباسورد دول، ويقدر يحسب لي كده الساعه كام دخل، الساعه كام خرج، ان بتوين في النص عمل ايه. ودي ياما وقعت ناس يعني، ياما في ابطال في شركات كبرى اللي حصل واحد مثلا يروح عامل كلير للبي جي بي. كلير للبي جي بي دي لما ناخد البي جي بي دي مصيبه يعني. انت كده بتطفي البي جي بي وتشغله، بيطلع البي جي بي ده كان شغال ما بين مين ومين؟ ما بين راوترات ما بين ممكن بلد وثانيه، ما بين قاره والثانيه. طب ايه اللي هيحصل؟ هيتسجل. اللي عمل كلير اكيد كان من صلاحياته يعمل كلير. الساعه كام عمل كلير؟ الكوماند اللي عمله بالظبط كان ايه بالظبط؟ فطفى البي جي بي وشغله. طب تعالى بقى انت عملت كده ليه وايه اللي حصل؟ حصلت القصه دي معرضه مع الراجل بتاع فيسبوك لما قال نو راوتر بي جي بي، لغى البي جي بي على الراوترات بتاعته. عرفوا منين؟ من سيرفر زي كده. مين اليوزر نيم والباسورد اللي عمل الامر ده؟ ده جون مش عارف فلان. طيب وعملوا الساعه كام؟ عملوا الساعه كذا. طب عمل ايه بالظبط؟ الكوماندات اللي عملها بالظبط. فجابوه منين؟ جابوه من خلال حاجه زي ريدي السيرفر او التكاك السيرفر. احنا اللي عايزين نحكي بقى ايه؟ مش بس القصه دي، عايزين نحكي الاهم. ايه الاهم؟ الموظفين العاديين مش اللي بيخشوا يعملوا كونفيجريشن. لما يجوا يبعتوا داتا عايزين نعمل معاهم نفس الحركه. يجي موظف يبعت داتا البورت تقول له ممنوع الا اذا اديتني يوزر نيم وباسورد. عايزين نبدا ان احنا نعمل يوزر نيم وباسورد للداتا العاديه. مش مانجمنت بقى، مش بالظبط، مش مانجمنت. حد عايز يعدي على الفوروردنج بلين، واحد بيعدي على الفوردنج بلين داخل من الانجريس بورت، داخل على خارج على الانجريس بورت، بيكونكت على سيرفر مثلا خارجي، بيكونكت على الانترنت. انا عايز اعمل ايه؟ اخليه ما يقدرش يخش على السويتشات الا بيوزر نيم وباسورد. يعني اكسترا كونفيجريشن، اكسترا سكيورتي بيوزر نيم وباسورد. ايه دي؟ لا ليه؟ اليوزر نيم والباسورد زي ما هعرفها ايه لوكال داتا بيز، يا اما لما اسطب ريدي السيرفر هعرفها في الجدول. يعني انا دلوقتي بعد ما حلو، انت هنا عملت ايه؟ انت قلت نعمل الاوثنتيكيشن بالراديوس. انت لازم تروح قايل له ايه؟ مين هو الراديوس سيرفر؟ فالراديوس سيرفر ده هتسطب سيرفر عليه الابلكيشن دي ويفتح لك الجدول وتحط اليوزر نيم والباسورد. الكلام ده كله مع بعضه في الجدول بالظبط. ولو اخترت كلمه لوكال، لو اخترت كلمه لوكال ده بعيد عن الراديوس، يبقى لازم تبقى معرف اللوكال يوزر نيم والباسورد. هتعملها، هتكتب الكوماندات دي وراها هتكتب الكوماندات دي ايه؟ نيو موديل ايه؟ اوثنتيكيشن لوجن، وتروح حاطط الكونفيجريشن بتاعك. دي اللي هنعملها اصلا في اللاب. انا في اللاب انا هنعمل ايه؟ هنحط ريديوس سيرفر، هنحط لوكال داتابيز، ونبدا ان احنا نعمل دي ودي وده. خلاص هيطلع انك تكتب الكونفيجريشن كلها ساعات لما تبقى تعمل كل الكلام ده. دي مالهاش دعوه بالانيبل باسورد خالص بالظبط. يعني دي للوجن في الاساس. يعني احنا كنا في كلمه لاين كونسول بنقول له ايه؟ لوجن. هنا نغير الكلام، بدل كلمه لوجن اسمها لوجن اوثنتيكيشن بلس الفي تي واي. طيب ساعات مثلا حد يقول لي لا، طب انا عايز اخلي كونسول يبقى بطريقه والفي تي واي بطريقه، يبقى هنعمل لوجن اوثنتيكيشن اي عند كونسول ولوجن اوثنتيكيشن بي عند الفي تي واي. واجي اعمل هنا ايه اوثنتيكيشن لوجن ايه واشوف شروطي ايه اوثنتيكيشن لوجن بي، يعني اعمل بوليسي ثانيه.
احط شوف شروط ايه. يعني مثلا جايز واحد عايز يعمل ايه؟ ان الكونسول يكون بلوكال داتابيس، وان الفي تي واي يكون بريديوس سيرفر. فساعتها بقى هقعد العب بقى في الحته بتاعت الارقام دي. بمعنى الكوماند نفسه اساسه ايه؟ ايه اوثنتيكيشن لوجن ده سطر ديفولت، ده اسم البوليسي نيم. طيب ازاي بقى اعمل اوثنتيكيشن نفسه؟ يعني هاو الاوثنتيكيشن وركس هيكون بقى بالطرق المكتوبه دي. فانا ممكن ساعتها اروح جاي اعمل ايه؟ لاين كونسول زيرو، خلي الطريقه اسمها ايه؟ لاين في تي واي طريقه اسمها بي. هيصير طريقه ايه؟ لوكال داتابيز. طريقه بي اخليها كلوب ريدي. ساعتها هكتب امرين، هكتب اثنين بوليسي. هندسه بعد اذنك، معاك يا هندسه. وانا بستخدم الدوت 1 اكس لازم اخلي الراديوس سيرفر لا، ما دي جايه بقى. ده مش دوت 1 اكس. دوت 1 اكس الحته اللي جايه اللي هي ايه بقى؟ احنا بدل اللوجن هنخلي الموظفين هما جايين يخشوا يوزر نيم وباسورد. بس كمل سؤالك. كده معناه ان كل اليوزرز اللي هتبقى في الشركه او في الكامبس هتبقى داخله جوه الراديوس سيرفر. الله ينور عليك، مظبوط كده. يعني صح، يعني كله يقدر يعمل اكسس على سويتشز وانا مش عايز كده. اكسس مش على سويتش، انه يلوجن. دوت 1 اكس غير كلمه لوجن. لوجن معناها انه يخش على المانجمنت بلين. دوت 1 اكس انه يعدي من الفوروردنج بلين بس. يعني هنا بالنسبه لنا عايزين نعمل ايه؟ كلمه لوجن انه يخش على المانجمنت بلين يغير في الكونفيجريشن. دوت 1 اكس اللي هنعملها في السبوره اللي جايه انه يعدي على الفوروردنج بلين. يعني ايه؟ يعني يعدي على الماك تيبل، يعدي على الراوتنج تيبل، ويعني يتعمل له بيرميت بس مش يخش الكونفيجر. اللي هيخش الكونفيجر بس لازم اللي هو بيحاول يتلنت او بي اس اس اتش او يخش على الكونسول يكون معاه اليوزر نيم والباسورد اللي احنا كاتبينها في كلمه لوجن. انا فاهم هندسه، بس هي فكره ان احنا هندخله الراديو سيرفر بالاي بي. هندخله الراديو سيرفر بالاي بي، مظبوط صح. الراديو سيرفر ده هيبقى عليه كل اليوزرز اللي موجودين في الشركه. مظبوط مظبوط صح، حلو. لازم هيخش على المانجمنت بلين ويعمل كده لو هو معاه الاي بي بتاع السويتش. ماشي حلو. انا ما بعرفش عشان احطه في كلمه لوجن. قصدك عشان احطه في لوجن كمان؟ يعني حطوا نفس الشخص لوجن ودوت 1 اكس. انا وهم هي. يعني انا النتورك ادمنستريتور وهم كمان كلنا في ريديو سيرفر. هم هيبقوا يعني الدوت 1 اكس. عايز تفصلها؟ يعني عايز تفصلها. طيب بص هفصلها لك مع السبوره الجايه. ليه؟ لو هتعملها بطريقه تتفصل الجروب ريديوس كونفيجريشن هتختلف شويه. الكونفيجريشن هتتكتب بقى ازاي ساعتها؟ تكتب الامر بالشكل ده اي 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 جروب ريديوس وتسميها باسم اكس مثلا. هيفتح لك كونفج داش ريديوس، هتروح قايل له اي بي وتروح حاطط الاي بي بتاع السيرفر. اي بي وتروح حاطط له اي بي بتاع السيرفر. انا هستفيد بقى من الحته دي في ايه؟ هخلي ان اكس دي مثلا بتاعه اللوجن، واخلي ممكن سيرفرات ثانيه خليها واخده جروب ريديوس واي، واخلي الواي دي تتكتب فين؟ تتكتب مع الدوت 1 اكس. فانا بس بدل ما اكتب جروب ريديوس واسكت اقول له جروب ريديوس اكس. ده كده لو للوجن. اكرر الامر تاني بس هشيل كلمه لوجن دي واحط دوت 1 اكس اللي هي الحته اللي جايه في الصوره اللي جايه، واروح حاطط جروب ريديوس واي. فانت لو عايز تفصلهم على تو ديفرنت جروبس، بمعنى انت هتستغل موضوع التريبل اي للحاجتين، لللوجن وكمان لليوزر اوثنتيكيشن، وعايز تفصلهم عن بعض عشان هما الاثنين لو دخلوا على سيرفر واحد كده انت دخلت ده في ده، يبقى ساعتها هنعملها بالطريقه بقى الثانيه دي. فتخلينا الطريقه الثانيه دي اعملها لك مع السبوره الجايه احسن. يعني لازم يكون عندي تو سيرفر للريديوس. صح، كيف اثنين فيرتشوال ماشين. اثنين فيرتشوال ماشين، واحد سيرفر للادمنستريتور وواحد فيرتشوال ماشين مثلا لليوزرز. اصلا الانفايرمنت بتاعتي انا عندي ايس، فانا الايس ده هو بالنسبه لي الايس. طب الايس هتحط عليه كل حاجه بقى. بالظبط، ما هو كده معنى كده برضو ان انا كمان هخش عليهم على طريق الايس. مظبوط، بس انت الايس تقدر تعمل تعزل. يعني ممكن تخليه في اثنين، هنسميها اكنها اثنين زون، اثنين فيرتشوال، اكنها اثنين فيرتشوال سيرفرز جوه الايس. يعني مش هتحط كله في جدول واحد بقى كده. ما انا عارف على حسب اليوزر نيم والباسورد هو يبدا يطلع ده ادمنستريتور ولا ده يوزر عادي. على حسب اليوزر نيم والباسورد يقدر يطلع من الايس بقى ده ادمنستريتور فيشوفه بالبوليسيز بتاعت الادمنستريشن، ولا باليوزر نيم والباسورد ده يوزر عادي فيشوفه بالبوليسيز بتاعت الفورودنج كليم بتاعته. انا لسه بذاكر الايس بقى. بس الايس ده الايس فيه كل حاجه اصلا. ممكن تقسمه الاثنين زون كده، اثنين فيرتشوال زون، زون تحط فيها الحاجات بتاعت اليوزرز وزون للحاجات بتاعت الادمنستريتورز، وبعدين تقدر تقسم اليوزرز اصلا تيمات جوه وتحط لكل تيم منهم تاج، وهيطلع في التاج ده ممكن داتا بعد كده تبقى ماشيه جوه الشبكه بالتاج ده، وعلى حسب التاج ده اللي هو الليبل ده نعرف يا ترى البوليسي بتاعت السكيورتي اللي ممكن تطبق عليه الايس. عظيم يعني. ان سيسكو بتعمل معاه بروتوكول جديد اسمه سيسكو تراست سيك. فسيسكو تراست سيك ده انك هتاخد تراست ليبل على حسب انت في الايس تبع ايه بالظبط، تبع اي مجموعه. الايس ده لازم له بقول لك ايه كورس لوحده.
هو في كورسات كتير، بس المشكلة ان الماتيريال بتاعتي مش كتير بيعرفوا يشرحوها. ليه؟ الشرح بتاعها، الشرح بتاعها رخم اصلا. كان امتحان السي سي اي القديم كان كله اصلا، اللي يعرف ايس هيعدي امتحان السي سي اي القديم، يعني كان كله مبني على الايس. سؤال؟ اي انفايرمنت، اي كمبيوتر، ممكن اي كمبيوتر. ماشي، لازم كل مره حد بياكسس على سويتش، السويتش بيروح يسال السيرفر يتاكد اذا كان يوزر والباسورد دول ليه صلاحيه انه يخش على السويتش اصلا ولا ليه صلاحيه. طب ايه الكوماندات اللي المفروض يقدر ان هو يكتب لها الكونفيجريشن بتاعتها؟ حصل حاجه اسمها اي سي اس، لو سيسكو كان اسمه اي سي اس، فقبل الايس كان اسمه اي سي اس. حلو، ايه ده؟ بس استني، يعني معنى الكلام ده ان سيرفر اصلا موجود، محدش شاله، مش موجود خالص النتورك. ماشي، بس واخد ايه بقى؟ جهاز حاطط حاجه لوكال داتابيز؟ لا يعني قصدي يعني الشاشه القديمه. حلو، ماشي ماشي، زي اللي شغال مش عارفين تدخلوها على الـ على الـ على الاكسس كنترول سيرفر. طب بس سهل ان انتوا تعملوها، ممكن بسوفت وير وتبتدوا تستطبوها وخلاص، يعني تخلوا الموديلات الجديده تخش على سوفت وير بحيث بتقل بتقل بتقل. ليه بقى؟ مثلا يجي يوزر معين كل ما يعمل مثلا الشو يرجع الكلام ده للسيرفر يشوف البريفليج، هل الشو ده من الشوات المسموح له ولا لا؟ لما اكتب له ايه؟ اي شو مسموح له. طيب ماشي، كتب كونف تي، يرجع مره ثانيه يسال السيرفر هو كونف تي من الحاجات المسموحه له ولا لا؟ الاي سي اس لا، بتاع سيسكو بفلوس، بس في سوفت وير ثانيه ببلاش، يعني انت لو عايز تنزل حاجه تريديس او تاكاكس ده ببلاش، قصدي لو عايز حاجه سيسكو اللي عاملاها بفلوس، سيسكو ما بتعملش حاجه ببلاش. التاكاكس لا في منه اصدارات فيرجنز بتبقى ببلاش، بس قصدي في سيرفر كان بتخش عليه بكونسول اسمه اي سي اس هاب ابلاينس، ده تخش عليه بكونسول فبيبقى متسطب عليه ريديس والتكاكس اللي هم ببلاش، بس هو كسيرفر او كابلاينس هو بفلوس، الاوبريتنج سيستم اللي بيقومه برضه بفلوس. لكن قصدي انت لو جبت لابتوب بتاعك عادي وجبت ريديس سوفت وير فور فري او تكاكس بلس سوفت وير افيلبل برضه فور فري، هتسطب بيها طبعا، ما احنا هنعمل لاب زي بتاعنا ببلاش. هتوصله، بص بقى اقول لك هتوصله ازاي. انت لا هتعملها بالحركه دي. احنا كان عندنا في حاجه اسمها نتورك مانجمنت اند سكيورتي بلوك في الشبكه، هيبقى في بلوك كده لوحده واصل على الكور سويتش، يعني السيرفرات دي بالديستريبيوشن بالاكسس بتاعتها، يمكن بالاكسس بالديستريبيوشن بتاعتها معايا، هتبقى في بلوك مخصوص اسمه نتورك مانجمنت اند سكيورتي بلوك، بس ده احسن طريقه توصلهم ليه. طب انا ما عنديش كميه الاجهزه بتاعت السكيورتي او نتورك مانجمنت الكتيره دي، خلاص يبقى هضطر اعمل ايه؟ اوصل على الكور وخلاص، سيرفر يتحط على الكور. الكور ايه؟ يعني بص تاني، احنا كان عندنا في بلوك نتورك مانجمنت، طيب لو مش كده يبقى هتوصل على الكور. بس توصل على الكور بس مش طالما البلوك، لو لا انا قصدي تاني، والكور بلوك اصلا هو اللي بيوصل لبقيه البلوكات. يعني بص فاكر الرسمه بتاعت حتى اللاب بتحضر هنا في السنتر، ايه ما توصله لو هو سيرفر مثلا واحد او سيرفرين، مش هجيب لهم بقى سويتشات اكسس وديستريبيوشن اعمل لهم بلوك كامل، اوصلهم على الكور على طول، كابل على الكور على طول. معاك هندسه؟ جرافيكال كلها، الايس كله جرافيكال يوزر، الاي سي اس جرافيكال يوزر، ريديوس والتكاكس جرافيكال يوزر، دي اسهل حاجه، جدول بيتفتح وتقعد تملى فيه الخانات. او لو عايز تعمله بالبايثون افيلبل دلوقتي، انت قلتها حكمه، لو حابب دخل برمجه مفيش مشكله. طيب لسه مش عايزين تخلصوا الكورس قبل رمضان؟ اهو بالظبط، هو لازم خضته كريم. طب بص يعني كريم اتخض. مش هينفع اقول لك والله، بتبقى خناقه رمضان دي، خناقه. النقطه في حاجه فعلا، هي النقطه في ايه؟ لو قلنا 7 يا باشمهندس بنفطر، 8 بالترويح، 9 هنسحر امتى؟ عارف هتلاقي الخناقه دي. انا مش هنسى اقول لك في اخر رمضان اشتغلت وما اشتغلتش في اي بليك بعد كده في رمضان اخر مثلا. ايه اللي حصل؟ اخر رمضان اللي حصل ايه؟ 2 ضربوا بعض بسبب المواعيد، واحد راح قام، بص والله هندسه، بص عمل ايه؟ والله العظيم قام قلع التيشيرت بالفانيلا حملات البيضه دي والله، وراح ماسك زميله وراح مدخله في الكافيتيريا ودب دب دب ضرب. انا قلت في ايه؟ عشان خاطر اختلف، واحد بيقول له لا نبدا 8
فالتاني قال له لا 9، قال له في صلاه تراويح، قال له ما انا في سحور، طب تعالى سحرك وراح مديله ايه من اوله. فخلينا ناخد كام سبوره كده لحسن حد يعني. سهل انا والله. بالعكس احنا ومشينا كده. بص احنا بالظبط اصلنا كام محاضره؟ احنا بالظبط بالظبط اصلنا كام؟ كنا قاعدين مع بعض مره فاتت 12؟ اه لا 13 عشان اللابات. عشان اللابات. فاحنا بص لو 13 احنا يعني يوم 1/4 نخلص الكورس بالظبط. بس اربع اسابيع 12 محاضره. حلو 13 يعني بس غير السيشن دي. غير السيشن دي. احنا بالظبط النهارده في نص الكورس. بالظبط كده عشان نلحق رمضان. يلا عشان السحور السحور السحور. شفت الراجل خلاص يعني قال لك ايه؟ قال لك السحور. لا هناخد النرسي مع الكرسي ده طبعا. ايه ده؟ لا ليه الكرسي لوحده حرام؟ انت في الاخر هتاخدوا الراوتنج ده يبقى النرسي مع النرسي وينكو؟ بقول ما احنا هداخل فيه شويه محاضرات زياده عشان النرسي. اوفر في النص ايه ده؟ انتوا لسه هتيجوا عشان على فكره يطلع فرق اربع محاضرات، تيجوا عشان تاخدوا الاربع محاضرات دول؟ طب ما خلاص. والله ما صعب. لا لا امتحان ليه بي جي بي او اس بي اف ام بي ال اس مش هتغير على الراجل وهو في الامتحان؟ ده راجل راجل كان حاسس. عايز الاسهل امتحن الانكو. الامتحان بكام؟ امتحان لك؟ ب 100 ب 170 دولار تقريبا. مش مفيش اغلى من 200 دولار احسن. كم؟ لا الامتحان لك. الامتحان لك. خش امتحان لك. 5000 جنيه؟ لا لا استني ايه ده؟ ايوه لا ده عشان هعمل لك فاوتشر وتخطيط وحاجات زي كده. ده بالفاوتشر. ده بالفاوتشر كده. ايوه بس استني ده كده هاخد منك 3500 جنيه على لا استني لا 5000 هاخد منك 2000 ده هاخد منك 2000 2000 هو ليه هو بس. ايوه انت فيها يا عم انت. انا ممكن امتحن لك لو عايز. باخد 1500 جنيه وانت عايز. ده بكاميرا؟ ايوه. فانا ما هو هنعمل ايه؟ هنلبس ماسك؟ هلبس يعني انا هخش هاخد صورتك بالليزر واعملها ماسك عليا واخش الامتحان. ما تخافش ما تخافش. بتديني بطاقتك بس. عن بعد. عن بعد. عسى الله عن بعد الكلام ده. ايوه طبعا عن بعد. طيب معلش تعالى نخلص الحته دي عشان خاطر الناس الاونلاين بس ايه يقولوا لي عايزين ننجز شويه. طيب بص بقى عايزين نعمل ايه؟ Securing users access to the network. يعني مش بسهل عمليه دخول الادمنستريتورز عشان يكونفيجروا، لا انا عايز اليوزرز اللي يخشوا. طيب ودي بتتم ازاي؟ يوزنج. تريبل اي برضو بس مع بروتوكول اسمه اي تريبل اي 802.1 اكس الشهير باسم دوت 1 اكس. طب يعني عايزين نعمل ايه؟ بص بقى عايزين نستخدم التريبل اي مع ستاندرد عامله اي تلاي تريبل اي في السكيورتي اسمها دوت 1 اكس الشهيره الاثنين دول مع بعض باسم ايب او ال. مش تاني عشان المسميات الكتيره دي ان في فيتشر فيتشر دي اسمها اكستنسبل اوثنتيكيشن بروتوكول اوفر لان. طب وده بيتم ازاي الموضوع الاكستنسبل اوثنتيكيشن بروتوكول جوه اللان؟ ان انا يوزرز جايين يخشوا في الشبكه في اللان بتاعتي فانا عايز اعمل لهم اوثنتيكيشن ان انا بستخدم بروتوكول ستاندرد اسمها دوت 1 اكس اخترعتها هيئه الاي تريبل اي مع التريبل اي في نفس الوقت. طب نوضح اكتر نوضح اكتر ازاي؟ بص احنا الكرسي بتاعنا لسه احنا جوه اللان جوه اللان في كمبيوترات واصل على مين؟ على سويتشات اكسس. حصل. طب والسويتشات الاكسس دي بعد كده واصله على مين؟ السويتشات الاكسس دي واصله بعد كده على سويتشات بتبقى ديستريبيوشن او بتبقى كور. دول لو واير ولو وايرلس ولو وايرلس يبقى معانا الجهاز شغال واي فاي واصل على وايرلس اكسس بوينت وبرده الوايرلس اكسس بوينت زيه زي الاكسس سويتش بنبعت الحاجه وايرلس بياخدها وايرلس اكسس
وايرلس اكسس بعد كده نخش ريكورد. هي لا لوحدها هي بتكلم نفسها. بتكلم نفسها مستحيلة بتكلم نفسها متأكد. هي جننة البت جننة أنا متأكد. فعايزين نعمل إيه؟ عايزين لما يوزر واير أو يوزر وايرلس يحاول يأكسس على اللان نحاول نستغل موضوع برضو التريبل إيه ده وستاندرد ده هعملها الاي تريبل إيه اسمها دوت 1 إكس علشان خاطر نقدر إن إحنا نشوف اليوزر ده يعدي والبورت دي تفتح له ولا لأ. يعني غرض المرة دي مش حد كأدمنستريتور بيخش يكونفيجر لأ ده هي بورت مالها البورت معاك هندسة الـ EABOL دي اختصار لإيه؟ اختصار حاضر اختصار لـ Extensible Authentication Protocol Over LAN. لا مش البورت سيكيورتي هي ريت تستعملها مع البورت سيكيورتي. البورت سيكيورتي بتتعمل على الماكات هنا هنتعامل على يوزر نيم وباسورد. ايوه اكتف دايركتري دومين ندخل الاجهزه على الدومين بس سيسكو بقى هنا بسيسكو. تكلمي نفسك ولا ايه؟ بقول لهم جننت ولا ايه؟ كان في تليفون كده؟ اه في حد؟ اه في حد بسم الله الرحمن الرحيم مين؟ انا عدد الناس كويس في حد؟ حد ده انسان عادي ولا جني عايش؟ يا منين؟ بسم الله الرحمن الرحيم فين؟ انتوا مش شايفين حد كده؟ ضربي حد. فبصوا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نجيب نفس التريبل اي سيرفر ده ونحطه في الشبكه بتاعتنا. اه بسم الله الرحمن الرحيم عفريت عفريت بس على فكره بتكلم نفسها بعدين فجاه بتقول لا في حد. طيب السيرفر ده هيبقى ايه؟ بص عشان خاطر الاي تريبل اي 802.1 اكس دي فيتشر ستاندرد من الاي تريبل اي فمش ينفع تركب مع التكاكس يعني لازم السيرفر ده يكون شغال باني فيتشر بالفيتشر بتاعه الراديوس. طيب حلو هنعمل ايه يعني في الريديوس؟ هنبدا ان احنا نروح حاطين جدول يعني بص الريديوس كان لسه الهندسه بيقول لي لما نسطب الريديوس ايه اللي هيحصل جرافيكال انترفيس هيسالك على ايه الريديوس؟ مين اليوزر نيمز بتاعت مين؟ موظف موظف وايه الباسورد بتاعت موظف موظف؟ طب ايه كمان؟ وايه البريفليج بتاعت كل موظف؟ طب البريفليج دي بتتحدد ازاي؟ هنحدد لكل يوزر نيم وباسورد من موظفين اكسس كنترول ليست. هناخد الاكسس كنترول ليست حالا بعد ما نخلص الحته دي. اكسس كنترول ليست 1. طب يعني كريم كريم المره دي موظف بيحاول يخش على الشبكه مش نتورك ادمنستريتور او انجينير هنعرف له باسورد ونعرف له بريفليج ثانيه. معلش ايه الفرق؟ ان اكسس ليست 1 مثلا بتسمح لاحمد يخش على الفيسبوك واليوتيوب واكسس ليست 2 بتمنع كريم من الدخول على الفيسبوك مثلا وعلى اليوتيوب. خلاص احنا نقدر نحط بريفليج لكل موظف الموظفين دول بلس اقدر اراقبهم. اراقبهم ازاي؟ اعمل لهم مونيتورنج ان كل موظف دخل عمل ايه الساعه كام خرج الساعه كام ان بتوين كان بيعمل ايه دخل على اني ويب سايتس عمل داونلود لايه عمل ابلود لايه استخدم اني ابلكيشنز وهكذا. فكل الكلام ده هيتم ازاي؟ فيتشر اسمها اكستنسبل اوثنتيكيشن بروتوكول يعني طريقه يعني عارف مور اكستندد نعمل بيها اوثنتيكيشن جوه اللان سواء شغالين وايرد او سواء شغالين وايرلس. القصه بتبدا منين؟ ان احنا هنيجي على السويتشات او هنيجي على الوايرلس اكسس بوينت ونشغل ايسك بتاعه الدوت 1 اكس. طب ازاي اشغل الايسك دي؟ هنخش على الكونفيجريشن بتاعت السويتش او الاكسس بوينت الامر كده دوت 1 اكس سيستم اوث بتكتب اوث بس مش اوثنتيكيشن سيستم اوثنتيكيشن ايه كنترول. انا عملت ايه كده بالامر ده؟ انا كده عملت اكتيفيت لحاجه اسمها الدوت 1 اكس اسك. شوف زي ما انت شايف كده السكيورتي ايه كل حاجه ليها الاسك بتاعتها. طيب ايه الهدف بقى من انا عملت الكلام ده؟ اول ما هعمل الامر ده اصبحت البورتات دي مالها؟ ممنوع ان اي يوزر يخش عليها الا لما الاول يقول يوزر نيم والباسورد ونقارن يوزر نيم والباسورد دي من خلال راديوس سيرفر. يعني البورت بيحصل لها ايه؟ البورت بتبقى في ستيت اسمها كده ان اوثورايزد ستيت. مقصود كلمه ان اوثورايزد ستيت ممنوع حد يخش الا لما يبعت اليوزر نيم والباسورد الاول. يعني تاني اول ما في يوزر هيبدا يبعت داتا السويتش هيعمل ايه؟ السويتش هيبلوك الداتا دي ويروح باعت له رساله يقول له لو سمحت احنا عايزين اليوزر نيم سند اليوزر نيم والباسورد. المفروض ايه اللي هيحصل عند اليوزر؟ اليوزر ده هيلاقي ان فجاه ظهرت له بوب اب ويندو يعني فجاه ظهرت له ويندو كده بتقول له الويندو دي دخل اليوزر نيم ودخل الباسورد. يمكن كتير منكم لو حد مثلا شغال هتلاقي برضو ايه تيجي تفتح الكمبيوتر بتاعك في الشغل تلاقي راح فاتح لك كده ويندو بيقول لك ايه طب هات اليوزر نيم والباسورد دول بتوع ايه بقى؟
دول مش عشان لوجن تكونفيجر، لا دول عشان خاطر تقدر ان انت كيوزر تاكسس على الشبكه، تعدي على الفوروردنج بلين بتاع السويتشات دي. طيب ايه اللي هيحصل؟ انت هتحط اليوزر نيم وهتحط الباسورد سند. ايه اللي هيحصل؟ هيتبعت اليوزر نيم والباسورد دول اي اتش ام والباسورد سيسكو. السويتش بقى هيعمل ايه؟ هيروح يسال الراديو سيرفر. طب هو ايش عرفه بالراديو سيرفر؟ ما انت هتكون عامل له كونفيجريشن. عامل له كونفيجريشن ازاي؟ اهو هتكون عامل له كونفيجريشن، احنا ما عندناش تكاكس المره دي، فهنشيل كل ده ونكتب بس كل الكونفيجريشن الخاصه بالريديس. فعندنا طريقه من الاثنين عشان نكونفيجر الريديس. خش على الكونفيجريشن بتاعت السويتش، زي اقول له اسال الريديس سيرفر الفلاني بامر اسمه ريديس داش سيرفر هوست، وروح حاطط الاي بي بتاع الريديس سيرفر. طيب لو عندي سيرفر تاني، بس لما بكتبه تاني هو بيعتبر دي لسته وان الاولاني هو الاساسي، ولما الاساسي يقع يبقى يسال اللي بعده. يعني مين السيرفر هيتسال في الاول؟ مكتوب في الاول. طب وبعدين كده هيعتبر ان ده باك اب. بصوا دي طريقه ماشي. كان باشمهندس في الاونلاين بيسالني بيقول لي طب مفيش طريقه اسمي السيرفرات دي باسم عشان خاطر لو هستخدم ريدي سيرفرز ثانيه لغرض اخر زي مثلا السبور اللي فاتت يبقى موجودين باسم. ففي طريقه ثانيه ان احنا ممكن نعمل ايه في الكونفيجريشن عشان تسمي السيرفرات، تبقى بامر اسمه اي 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 جروب ريديوس وتحط اسم. يعني هتسمي جروب نيم مثلا ايه اكس واي زد. اشمعنى؟ عشان واحنا بنحط الكونفيجريشن ممكن نقول له جروب ريديوس ونكتب اكس واي زد. انتر هيفتح لك كونفج داش ريد. انت كده بقيت جوه ايه جروب ريديوس سيرفر. تقدر تحط ايه؟ تقدر تحط اي بي وتروح حاطط الاي بي بتاع اول سيرفر. انتر تقدر تحط اي بي وتحط اي بي بتاع ثاني سيرفر. بص بعض الاي او اسز بتكتب كلمه اي بي، وبعض الاي او اسز ثانيه بتكتب كلمه سيرفر. يعني بتكتب كلمه اي بي السيرفر. فانا حاطط لك الطريقتين بحيث اشتغلت معاك الطريقه الاولانيه ماشي، اشتغلت معاك الطريقه الثانيه ماشي. هو في ساعات اختلاف ما بين اي او اس والثاني ساعات، لحتى مثلا شو ماك ادرس تيبل اللي هو ابسط حاجه ما بين اي او اس والثاني في الداش. يعني شو مسافه ماك مسافه ادرس داش تيبل، وساعات شو مسافه ماك داش ادرس داش تيبل. بلاش كان في حد جربت انت المره اللي فاتت الانترفيس رينج تحط الداشات. لا هو ما حطش مسافه، هو الاي او اس بتاعه ما يحطش مسافه عادي. انت هنا نازل مسافه، بقول لك ايه مسافه بعد ساعات، مسافه قبل وبعد ساعات، من غير مسافه ساعات، على حسب برضو ايه في ساعات اختلافات ما بين اي او اس والثاني كده. طيب فالمهم بالنسبه لنا هتقول له ايه؟ ان انا عايز اعمل جروب ريديوس اسمه اكس واي زد. حلو الكلام ده. طب وبعدين؟ بص بقى، بعد ما قلت له ان انا عايز اشغل الدوت 1 اكس اي سي وعايز هستعين بريديوس سيرفر، اربط الكلام ده كله ببعضه ازاي؟ بص هنربط الكلام ده كله ببعضه عن طريق ان احنا هنخش على الكونفجريشن وهنقول له اي 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 نيو موديل. تاني ان اي نيو موديل ان انا باكتيفيت التريبل اي اسك. فانا كده عملت اكتيفيشن لمين؟ اكتيفيت للدوت 1 اكس اسك. حلو. عشان ايه اللي يحصل؟ هكمل لك الشرح. وعملت اكتيفيت ان هو يقدر يتعامل بالتريبل اي نيو موديل عشان يعرف يتكلم مع الريدي سيرفر بطريقه تكون هاردوير. بس المره دي بقى بص هقول له ايه؟ هقول له انا عايز استخدم التريبل اي الاي، انا عايز استخدم التريبل اي ان احنا نعمل اوثنتيكيشن. بس بدل ما هقول له كلمه لوجن، لوجن دي كانت السبوره اللي فاتت للنتورك انجينيرز، هقول له كلمه دوت 1 اكس. دوت 1 اكس معناها ايه؟ ان احنا نعمل اكستنسبل اوثنتيكيشن بروتوكول اوفرلاند لليوزرز العاديه. طيب هاو تو تشيك؟ بص ان احنا نستعين بلوكال داتابيز طريقه هتبقى صعبه قوي. انت متخيل لوكال داتابيز يعني ايه؟ كل الموظفين اللي واصلين على سويتش هتعمل لهم يوزر نيم وباسورد، 24 بورت 24 يوزر نيم وباسورد. موظف يجي يتحرك من مكان لمكان، الباسورد لو مش موجوده على السويتش الثانيه تبقى كارثه. فلوكال ده هيبقى شيء صعب. طب وجروب تكاكس؟ ما هو جروب تكاكس مش شغال مع دوت 1 اكس، لان دوت 1 اكس ستاندرد تكاكس دي سيسكو. امال هنشتغل بايه؟ هنشتغل برضو بجروب ريديوس. طيب لو كتبت جروب ريديوس وسكت، حلو؟ كده انت تبقى انت شغال بالكوماندات دي، بياخد الجروب ده كله. جروب ريديوس واخترت، يعني اخترت؟ يعني قلت له ايه؟ اكس واي زد، يبقى انت بختار اللي هي متسميه بالطريقه دي. فانت كده كانك بتقول ايه؟ مجموعه الريديوس سيرفرز اللي اسمها اكس واي زد دول اللي هتعامل معاهم دوت 1 اكس. تاني ايه اللي هيحصل؟ باللي انت كتبته ده هتخلي السويتش لما اليوزر نيم والباسورد دول يجوا له يروح يسال السيرفر. مين اللي قال له؟ انت اللي قلت له هنعمل بالدوت 1 اكس استعلام من السيرفر. فين السيرفر؟ السيرفر ده الاي بي بتاعه، لو وقع ده الباك اب بتاعه. هيروح يسال السيرفر، السيرفر هيبدا يرجع له بكونفرميشن اوكي، يعني في فعلا اليوزر نيم والباسورد دول موجودين. فبيرجع له اوكي بلس، يقول له استخدم اكسس ليست كذا. يعني بيقول له اوكي الراجل ده موجود وهنستعين باكسس ليست كذا على البورت بتاعت الشخص دوت. طيب وبعدين؟ ساعتها البورت دي هتبدا تتحول من حاجه اسمها ان اوثورايزد ستيت
حاجه اسمها authorized state. authorized state معناها ان البورت بتسمح بمرور الداتا بتاعت اليوزر ده، بس لحد امتى؟ لحد ما اليوزر ده يبطل يبعت داتا لفتره قد ايه؟ الديفولت 5 دقائق. لو اليوزر ده بطل يبعت داتا لمده 5 دقائق، السويتش اصلا بيمسح المكتب بتاعه، يعني بيمسحه المكتب، ويعمل ايه؟ يجي اليوزر ده مره ثانيه يجي يبعت داتا، يلاقي جايه تتبعت له داتا. ثاني الشرح، جايه تتبعت له داتا، السويتش يرفض الداتا عشان ان اوثرايز ستيت، ممنوع مرور الداتا، ويقول له هات اليوزر نيم والباسورد ثاني. بوب اب ويندو تتفتح لك، تحط اليوزر نيم والباسورد، يتبعته، يروح يسال السيرفر، يروح السيرفر رادد باوكي كونفرميشن، افتح له البورت اكسس ليست كمان اللي ممكن يقدر يشتغل بيها، فجاه البورت تتحول من ان اوثرايزد ستيت لاوثرايزد ستيت، واقدر اغير الخمس دقائق دول. اه طبعا ممكن نعمل كونفيجريشن نغيرها بسبب ان ممكن يطلع مثلا حد من اللي الشركه مثلا بتاعتي انا مش ايه ده؟ ايه ده هو مش الكنترول اللي اسمه ايه ده؟ الدومين كنترولر بتاع مايكروسوفت كده؟ اكتف دايركتري مش كده؟ هي نفس الفكره بس عارف اهو اه انا ممكن اقدر اعمل بريفليج لحاجه زي كده، بس لازم الاول في الفتح الاولاني لازم يسالني على اليوزر نيم وباسورد، ويحمل بعد كده اكسس ليست يعرف منها البرميشنز بتاعتي تبقى عامله ازاي. ايوه طبعا بيرميت وديناي والحاجات دي كلها. اه او ممكن بمنتهى البساطه ان انا اقدر احط له ايه، اقول له بيرميت اي حاجه الا الحاجه مثلا الفلانيه اللي مضايقاني. ايه هي؟ انه يشتغل انترنت. ايه ده؟ ازاي بقى؟ يوزر جاي يخش على الشبكه، بلاش واحد دخل الشبكه بتاعتكم والشبكه مش عامله سكيورتي، دخل على السويتشات ودخل على الراوترات ودخل على السيرفرات، دخل يعمل كل حاجه. اه في ما احنا كنا عاملينها ليه في الشغل؟ احنا كان في الشغل ما ينفعش يخش في الشركه بتاعتنا غير لازم باليوزر نيم والباسورد، وكانت شركه عاديه خالص كله بيعمل كده. يبقى هي بتتعمل، يبقى فين السؤال؟ انتوا شفتوا 90 انك شركتكم بتعمل كده؟ مثلا ما يجيش حد يجيب مثلا ايه واحد مثلا جايب قريبه معاه ويقدر يدخله سكيورتي. تسهيل سكيورتي. بص شبكتي شركتي ومش عايز اي حد غريب يخش عليها، فكان كريم بيقول لي ايه؟ طب ما نعملها بالبورت سكيورتي بالماكات. قلت له صح، بس دلوقتي ممكن الناس تعمل فيك ماك، يعني تغير الماك ادرس، فنعمل ايه؟ نبقى عايزين نضمن موظفيني بس اللي في الشركه هم اللي بيخشوا على الشبكه بتاعتي، احط لهم يوزر نيم وباسورد. اذا انا كنت فاكرها حاجه اساسيه، مش عارف ان هي حاجه يعني عارف مش مهمه. ما ده الاكتف دايركتوري اهو. ايوه مش الاكتف دايركتوري ده كان سيرفر ونحط عليه الحاجه ونحط عليه يوزر نيم والباسورد. اوه هي نفس الفكره بس ايه؟ سيسكو امبلمنتيشن، ان احنا هنخلي السويتشات هي اللي توقف الدنيا بالشكل ده. اه فهمت قصدي. انت قصدك ليه نخلي السويتشات هي اللي تقعد تعطل؟ ما نخلي السيرفر هو يعرف يعمل كل الكلام ده. صح، بس بقول لك ايه؟ ان احنا نخلي البورت اللي عليها الاكسس ليست، ولا كل مره نروح للسيرفر نساله على البوليسي بتاعتنا ايه؟ انا هقنعك ان سيسكو احسن من مايكروسوفت في الحته دي. ليه؟ انت دلوقتي لو عندك دومين كنترولر وعندك سيرفر، وكل مره هنروح نسال السيرفر الراجل ده يعمل الحركه دي ولا ما يعملهاش، الراجل ده يخش على السيرفر ده ولا ما يخشش عليه، كل مره بنرجع للسيرفر نساله ونرجع. طب ما كل ده هيبطئ الشبكه، على عكس ما انا بروح رامي على البورت اكسس كنترول ليست وخلاص على كده. ايه اللي يحصل؟ داتا معديه بيرميت وديناي. مين اللي اتاثر؟ بس البورت دي هي اللي اتاثرت مش الشبكه كلها. لا طبعا، احنا حملنا الاكسس ليست ليه بقى؟ يعني الامبلمنتيشن هنا ان انا هخلي الاكسس ليست جات لي اتحملت على البورت خلاص بتاعت السويتش، فانا استفدت ايه؟ كل ما الداتا بتعدي البورت دي هي اللي بتحط الاحكام بتاعتها، فالداتا اللي خارجه اني خارج معمول له بيرميت بس، على عكس ما كانت البوليسي لو لسه موجوده عند السيرفر انا كل مره اروح للسيرفر اساله، بعد كده السيرفر يعمل ايه؟ يديني بيرميشن باه او لا. بس انا مثلا في الحقيقه حاجه زي كده مثلا في الايس، الايس هو اللي بيعمل كل البيرميشنز، فبرضه الايس يعني يعتبر زي الدومين كنترولر، بيبطئ الدنيا شويه بس في الاخر انا ببطئ الدنيا شويه صغيرين احسن ما كان اي حد يخش على الشبكه بتاعتي. كده كنت عايز تهدي الايس نفسه، يعني تخيل كورس الايس وسيسكو ايس وبيتباع في كل حته، نقول ايه لازمته؟ عشان خاطر نامن اليوزرز بتوعنا. الايس طيب بس يدي السويتش بريفليج ان هو لو يوزر دخل عليه صح مره ما يروحلوش. بس فاكر الحته دي صح؟ اه بيديله بيخلص القصه من عنده، هو بيخلص القصه من السويتش وما بيروحش اصلا بالظبط كده. بص ولا انا اللي انا عارف بس في الحته دي في الايس ان برضه بحاجه اسمها سيسكو تراست سيك، انه بيدي ليبل لليوزر دوت، وعلى حسب الليبل ده بنشوف البورت دي هتعدي ولا لا، بحيث ما يرجعش للسيرفر كتير. بس ما اعرفش هل هي دي نفس الحاجه ولا لا، يعني قصدي ان هو ممكن يديله حاجه ايه ده؟ هي واسمها تقريبا تراست سيك حاجه كده. هي تراست سيك خلاص، يبقى هي كده، دي اللي انا عارفها.
ان بدل ما نرجع للسيرفر كل شويه، بيدي اليوزر ده ليبل معين، الداتا بتاعتك كل ما تخش تبقى ماشيه في الشبكه دي بنفس الليبل، فالسويتشات تبدا تتحكم اذا كان يعدي ولا ما يعديش، ياخد صلاحيه ولا ما ياخدش بالليبل فعلا اللي هو هياخده دوت. يعني مثلا اللي ليهم صلاحيه ان هم يطلعوا على الانترنت ليهم ليبل، اللي ليهم صلاحيه يخشوا السوشيال ميديا. ممكن تراست سيك دي تاني؟ لا لسه هناخدها، دي ما خدناهاش، لسه هناخدها، دي لسه هناخدها. اه لسه هناخدها لما ناخد الاس دي اكسس بس، عشان هنخش فيها الايس. طيب انا قصدي بس كنت عايز اوري لك ايه فرق ما بين كونفيجريشن كلمه لوجن اللي بتتحط على الكونسول وبتتحط على الفي تي واي، وما بين دوت 1 اكس. دوت 1 اكس ده بيتنفذ على ايه؟ دوت 1 اكس ده كده بيتنفذ على كل البورتات بتاعت السويتش. يعني اللي احنا عملناه ده، بص، خلى السويتش كل بورتاته، الشريحه دي بس مش تبعنا، تبع السبور اللي فاتت، خلى كل بورتات السويتش، نسيت حاجه، في كلمه ديفولت في الموضوع. بص، AA authentication dot 1x default. ليه default؟ اصل default دي بتخلي ان dot 1x يتنفذ على كل البورتات، على كل الانترفيس، زي ما كانت default هنا بيتنفذ على كل اللاينز. طيب ماتش الاهلي، ما رحتش ماتش الاهلي ليه؟ طب انا عايز اروح ماتش الاهلي كده باظ الماتش خالص. طيب فبص، كلمه default بس دي بتخلي ايه اللي حاصل؟ ان كل الانترفيسز اللي مالها اللي على سويتش ده الكوماند اللي بيتنفذ عليها، دوت 1 اكس بورت اوثنتيكيشن كنترول اوتو. بص عايز اقول لك بس كوماند اوتو ده معناه ايه. بص كوماند اوتو ده معناه ان البورت ستارتس ان نون او ان اوثورايزد ستيت، unauthorized state and ends and after authentication it turns to authorized state. الجمله دي تلخص ايه؟ تلخص بس الحدوته اللي احنا كنا بنحكيها تاني، انك انت كتبت الكوماند ده فشغلت دوت 1 اكس، وكتبت الكوماند ده فبتقول ان دوت 1 اكس هيستعين بالريديوس، وكلمه ديفولت دي معناها ننفذ الكلام ده على كل الانترفيسز اللي على السويتش. ساعتها بص كده ايه اللي هيحصل؟ ده بص ايه اللي هيحصل، ان كل بورتات السويتش هتشتغل بحاجه اسمها الاوتو مود. ايه الاوتو مود؟ ان البورت بتبدا بان اوثورايز ستيت، وبعدين تيجي داتا ترميها، وبعدين يسال يقول له ابعت لي اليوزر نيم والباسورد، وبعدين لما يبعت له اليوزر نيم والباسورد ويتاكد من السيرفر، البورت ترجع تتحول للاوثورايز ستيت. طب هو في اوبشن تاني في الكوماند ده غير كلمه اوتو؟ بص اوتو كده بقى هو الديفولت، يعني كده اوتو هو ده الديفولت، ان البورت تبقى منع اي حد يخش الا لما يحط يوزر نيم وباسورد، اكيد تبدا تسمع. في بقى اوبشن وعايزك تفكر معايا نكتبه على اني بورتات. ايه الاوبشن ده؟ دوت 1 اكس بورت اوث كنترول. في اوبشن اسمه اوثورايزد، او في اوبشن اسمه ان اوثورايزد، وتالت الاوبشن التالت ايه؟ الاوبشن التالت اوتو. فاوتو هو الديفولت. طب تفكر مع بعض كده، هو اوثورايزد ده معناها ايه؟ خلاص انت خلصت الكلام. هيطلع اوثورايزد دي معناها انك انت بتقول للبورت خليك دايما اوثورايزد، يعني ما تسيبش حد على يوزر نيم وباسورد. فمعناها ايه ما تسيبش حد على يوزر نيم وباسورد؟ ان فعلا في بورتات هيبقى انا مش عايز الناس تتسال على يوزر نيم وباسورد، اهمهم في المثال بتاعنا دي. اشمعنى دي؟ بص بقى، انا لما شغلت على السويتش ده الاس بتاعت دوت 1 اكس، وشغلت على السويتش ده ان ده ديفولت على كل البورتات، فالبورت اللي هي دي مالها؟ ما هتبقى عايزه تسال على يوزر نيم وباسورد، يعني تيجي داتا ترميها تقول لها هات يوزر نيم وباسورد، مين اللي هيبعت يوزر نيم وباسورد؟ ما فيش يوزرز اصلا موجودين هنا، فهخلي دي تبقى دايما اوثورايز ستيت. امال ايه فايده الان اوثورايز ستيت؟ ده لو انت عايز بورت تتقفل خالص، يعني بورت ما حد اي حد يوصل عليها ما يخشش خالص، لان هتفضل البورت ان اوثورايز ستيت على طول. طب نعملها شت داون اريح، يعني شت داون اريح من ان اوثرايز ستيت، بس يعني البروتوكول نفسه فيه ثلاثه مود. تخلي البورت ان اوثرايزد على طول مهما مين دخل مش هتدخله، بورت تبقى اوثرايزد على طول مهما مين دخل مش هتساله، يعني هتسيبه يعدي. بورت اوتو ان هي تبدا بان اوثرايزد، يوزر نيم وباسورد جم صح، افتح الاوثرايزيشن واخليه يقدر يعدي. يعني مثلا كنت المره اللي شفت فيها موضوع الان اوثرايزد ده شفته فين؟ كان بورتات مثلا موجوده في حيطان كانت في المطار، فكانوا عايزين ايه البورتات دي، ما حدش استخدمها خالص دلوقتي لمده مثلا ممكن ست شهور ولا سنه ولا حاجه، فجم عليها راح عملوا موضوع الان اوثرايزد ستيت.
فكده اي حد يوصل على اي بورت من البورتات دي معاه لابتوب ولا حاجه وهو مسافر يجي يوصل كده في الصاله في المطار نفسه مش عارف ان هو يكونكت على البورتات الموجوده دي. طيب وما بين سويتش سويتش دي اكتر حاله شفت فيها موضوع الاوثورايز ستيت. طب واوتو اوتو ده في البورت اللي انت عايز تنفذ عليها اصلا الشرح بتاع السبوره دي. طيب ايه بقى اللي انا لفت انتباهي؟ اكسس ليست. عايز احكي لك بقى شويه عن الاكسس كنترول ليست صاحبي وحبيبي وكفاءه. تريح خمسه قبل الاكسس ليست ولا تاخد اكسس على طول؟ تحب تاخد الاكسس ليست في الكتف ولا في الدراع؟ طيب بس يعني مش هتبقى اسوء من روت ماب مهما حصل. اشكرك ما شاء الله عليك والله. انا تعبت ما شاء الله عليك. مش عارف معاك هندسه قول لي قرر للصبره وخش في الاكسس ليست. ماشي عينيا خدت فوقش ابو الفاقيش هو ايه اهلاوي ولا زملكاوي يا فوقش ولا مالكش كوره؟ اسماعيلاوي بقى. ايوه بقى معلش احنا اسفين بيصارع الهبوط الاسماعيلي. لا لهبوط الاسماعيلي احنا مش هنقبل بكده ما تقلقش. ايوه مدرب صن داونز طرد. لا 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 خد كارت احمر. بركاتك يا موس بركاتك يا موس. المدرب طرد المدرب صن داونز. طيب ولسه 0 0 0 0 الزمالك جاب جون زمالك 1. مرتضى منصور قال لك احنا مش هنتكلم غير بعد الماتش. انا عايز اشوف الماتش ده هيحصل فيه. عارف قمه المتعه لما تيجي تشوف مرتضى منصور وهو بيتكلم. الاوثورايزيشن ده فدوتو نيكس اصلا لير 2 بروتوكول لير 7 ابلكيشن اصلا لكن ده لير 2 صح. طب بص صح بقول لك ايه فعلا احنا بالنسبه لنا الاي بي ال ده لير 2 بروتوكول. دوتو ان اكس ده لير 2 بروتوكول اشتغل على مستوى لير 2 على شكل على مستوى الفريمات. ايه بقى اكتف دايركتوري تنفيذ مايكروسوفت اكتر. طب ما ده برضه بس مين اللي بياخد هنا الاكشن كله؟ مش الكمبيوترات والسيرفر السويتش هو اللي بياخد اكتر اكشن. السويتش داخل معانا هنا في النقطه في النص. يعني هنا مين الاوثنتيكيتور؟ السويتش هو الاوثنتيكيتور. بس بص هو في فرق برضه ما بين كلمه ايه اكتف دايركتري بس ودومين كنترولر. الدومين كنترولر هو الاشمل. وعشان تنفذ الدومين كنترولر يعني فكره ايه؟ عايزين نعمل تريبل ايه زي بريديا سيرفر. عايزين نعمل دومين كنترولر. طب بمين لازم يكون عندنا داتا بيس في اكتف دايركتري؟ انا اكتف دايركتري ده بيشيل الداتا بيس. خدت الحاجات دي فين؟ كول سكيورتي؟ ايه؟ من ورايا؟ لا ايه؟ على النت. ماشي خدني معاك. طيب يعني انا عايز ادرس برضه الحاجات الحلوه دي. خدتها والله كنت نايم الكرسي كله. خدت كرسي مايكروسوفت ده كله كنت بقعد ورا ورايح راسي وانام. واول ما الانستراكتور يقول لك يلا عشان نعمل اللاب اقول له معلش انا عملته في البيت انا عايز اروح. والله العظيم يعني شوف انا بضحك لما يروح عليه عشان بتفكرني بشبابي. ما انا ببقى نايم اصلا في المحاضره. يعني انت كده بتصبي صاحي في المحاضره انا اشكرك انك صحيتني. لكن انا بقول لك والله الراجل يقعد يشرح نايم خلص هنعمل اللاب بقى يا جماعه. طب انا عملته في البيت ايه ده بجد؟ انا سابق شويه سابق شويه انا جامد قوي. لا والله كنت كده كرسي مايكروسوفت. اصل الشركه اجبرتني اخدوها بالعافيه ودفعوا لي الفلوس. قالوا لي ايه بالظبط؟ بالظبط يوم الاحد الصبح احنا دفعنا لك فلوس كرسي مايكروسوفت روح خده. طب امتى؟ النهارده اول يوم. النهارده دي اول يوم. رحت رايح بقى واخد نفسي على الكورس على طول. كان ساعتها رايا اللي بتدي الكورس. كان في رايا بص هو كوماند اساسه كده احنا ممكن نخلي البورت يبقى اوثورايزد يعني تعدي اي حد من غير ما تساله على اوثنتيكيشن. ان اوثورايزد ممنوع تعدي اي حد حتى لو تضرب الداتا. يعني كده بتعمل ايه؟ ديناي ايفري ثينج. او اوتو بقى ان البورت تاخد تدي في الكلام تبقى اوتو نيجوشيشن. بمعنى ان البورت تبدا ان اوثورايزد وترمي الداتا بس تسال على اليوزر نيم والباسورد. تجاوب على اليوزر نيم والباسورد تبقى اوثورايزد وتفتح الطريق. يعني البورت تبقى كانها بلوك. جاوب صح يعملها ان بلوك نشغل البورت تبقى فورورد ستيت. عشرة تقريبا بس ناقص بورتين ناقص بورتين ناقص بورتين بخش. دي بس يعني خدت ازاي؟ اثنين حرام عليك يا شيخ. قال لك شيخ الولاد حرام عليك. سنيار عصبي رهيب. بالظبط كده.
مش انت مش انت جبت البير وحب يعني الماتش. طب كلنا قاعدين بقى النهارده. ايوه ممكن ممكن اخلص، بس انت عارف بصغر لما بتقول لي يخلص على طول بصغر السبوره عشان نكبر السبوره شويه. دي على فكره دي مراجعه من سي سي ان دي هتلاقوها هنا. طيب هنشوف ايه النهارده في السبوره دي. اكسس كنترول ليست بكل انواعها بقى. تعالوا نشوف ايه افكار الاكسس كنترول ليست اتعملت. سريع خالص انت كويس انك فتحت. اه لا الفيب ريحته حلوه. ما اه شم شم اكسجين احسن. اه انا مثلا لما اشم ريحه سجاير كتير ابدا اصدع عليهم كله. ما اشوفش سجاير والله. مش شامم حاجه؟ طب بتدوق؟ انت على جنبه ليه؟ قومي هنا. انا بيهزر بيهزر. مش شامم سجاير، مش شامم سجاير. بام بام تنبيتي. تعالى كده. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم عامل ايه؟ اخبار الشغل؟ كله فل. طيب تعالوا نشوف الاكسس كنترول ليست وانواعها. بص هو المفروض الاساس احنا بنعمل ايه؟ بنجيب اكسس كنترول ليست ونكريتها. نكريت اكسس كنترول ليست. بعد ما بنكريتها نبدا نعمل حاجه اسمها اكتيفيشن. نبدا ان احنا نفعل الاكسس كنترول ليست. طب تعالى افكرك باشهر انواع الاكسس كنترول ليست. في حاجه اسمها اي بي ستاندرد اكسس كنترول ليست. ده يمكن اقدم نوع واول نوع. تعمل منه طريقتين للكتابه. الطريقه الاولانيه ان الطريقه القديمه طريقه اسمها الطريقه النمبر. نمبر ان احنا نعمل ايه؟ نسمي الليست بارقام. طيب ايه الارقام؟ بص طريقه الكونفيجريشن اهي والارقام حالا. اكسس ليست دي طريقه الكونفيجريشن وتحط رقم. لازم تسمي الليست بارقام من واحد ل 99. دي كده اسمها اي بي ستاندرد. امال مثلا لو سميت الليست مثلا 1000 لا 1000 ممكن تبقى اسمها ماك ستاندرد، يعني تبقى ليها علاقه بالماكات مش بالايباد. طب ومعلش ايه الستاندرد دي اللي هي بتعمل ايه؟ ستاندرد اللي هي الاساسيه الطبيعيه البسيطه اللي هي بتعمل كده. تقدر بيها تعمل يا بيرميت يا اما ايه؟ يا اما ديناي ايه سورس اي بي بس. يعني لا تقدر تحط ديستنيشن ولا ابلكيشن ولا فيسبوك، هو سورس اي بي بس، يعني فلان امنعه خلاص. طيب اقدر اختار سورس واحد؟ اه. واقدر اختار كذا سورس؟ اه. عن طريق ايه؟ الاستعانه باوبشن لطيف اسمه الوايلد كارد ماسك. الوايلد كارد ماسك هو معكوس السبنت ماسك. ازاي؟ هيطلع الوايلد كارد ماسك ده لما يبان في حاجه رقمها صفر معناها انك بتقول له الاي بي ده انا عايزه اكزاكتلي. 1 معناها الاي بي ده ما يهمنيش، يعني دونت كير معناها اكس ولا يهمك. الديفولت بتاع الوايلد كارد ماسك كام؟ الديفولت لو انا ما كتبتوش 0000 يعني ايه؟ يعني يبقى الاي بي ده اكزاكتلي. اوضح لك بمثال. مثال بيقول ايه؟ لو انا عايز امنع اي بي معين انه يعمل حاجه في الشبكه اروح داخل على الكونفجريشن واروح اعمل ايه؟ اكسس ليست كام؟ 15. اشمعنى؟ رقم المفضل. هروح قايل له ايه مثلا؟ اروح قايل له ديناي مين؟ 192.168.11 بس. انا لو سكت على كده هو هيحط اني وايلد كارد ماسك. انا هكتبه لك بالاحمر ده الديفولت وايلد كارد ماسك. صفر وصفر وصفر وصفر. معلش تعالى نقراهم مع بعض. الصفر مع ال192 يعني بتقول له ال192 بالظبط. الصفر كمان 168 بالظبط. من الاخر الاربع اصفار يعني بتقول له الاي بي ده بالظبط اكزاكتلي انا عايز الاي بي زي ما هو. وانا كنت ممكن يعني اختار حاجه ثانيه غير كده؟ اه كان ممكن اروح كونفج وقول له اكسس ليست ايه كمان 15 بيرميت اسمح لمين؟ بص اقول له ايه؟ ل 192.168.10 بس حاجه جايه دي بقى 000255. ايه بقى معنى اللي انا كتبته ده؟ الثلاثه زيروز دول مع 192.168.1 معناهم اكزاكت. اكزاكت يعني انا بقول له عايزك تسمح
لاي حاجه تبقى 19168 255 اللي في الاخر دي اللي هي ون نوت. معنى ايه ون نوت؟ دونت كير. يعني دونت كير ما يهمكش اخر اوكتيف دي فيها ايه، يعني مهما كان اخر اوكتيف دي فيها ايه مش تفرق معانا. يعني كانت 0 كانت 1 كانت 2 كانت 3، طب ما انا كده سمحت لده، لا ما انا منعته الاول. يعني منعته الاول الاكسس كنترولست فيها ميزه، اللي بيتكتب الاول بيتنفذ الاول، وبعد كده تبقى الصلاحيات والبريفليجز اللي بعد. يعني انا بالمعنى اللي انا بقوله ده بقول له ايه، بدايه امنع ده ثم اسمح لبقيه اللي اسمهم 192.168.x. طب ما انا كده سمحت ل 2.1، لا انا منعته في الاول. يعني الكتابه اللي في الاول ليه هاي بريوريتي، قول له اولا امنع 2.1 ثم اسمح لاي حد اسمه 2.x. عايز بس افكرك بحاجه، الراوتر لوحده سويتش لوحده بيعمل ايه في الاخر؟ بعد ما انت تخلص الاكسس كنترول ليست هو بيضيف السطر ده، يكتب نفس رقم الليست ويكتب ديناي اني يعني اي حد ما عملتلوش انت بيرميت كان هو يعمله ديناي. طب ماشي، طالما في الاخر بيديناي اني، انا ليه كتبت دي؟ كنت سبته يمنح ما كانش هيعرف. قول لي كده، لو انت ما كنتش كتبت دي حلو كان ازاي هو هيعرف انك انت عايز تمنع دوت؟ طب لو ما كنتش كتبت دي كان هيسمح لمين؟ لكل الشبكه، ويمنع اي حاجه ثانيه غير الشبكه دي. انا عايز امنع ده في الاول، امال القانون بتاعنا يعمل ايه؟ يعني اكتب ديناي ولا اعمل بيرميت؟ القانون بتاعنا تحط العدد قليل في الاول ثم الاكبر ثم اني دي. اني دي يعني الباقي كله، الاني دي تتحط في الاخر. انا اللي كتبت ده لا، هيطلع ان المكتوب ده بنسميه كده implicit deny. يعني ايه كلمه implicit؟ implicit معناها ضمنيه. يعني ايه ضمنيه؟ مشموله في كل اكسس كنترول ليست. فانت مجرد ما تخلص الاكسس كنترول ليست اللي بيحصل دي بتتحط كده اوتوماتيك وبتتحط كده لوحدها. طيب اقدر اكتب الاكسس ليست دي بطريقه ثانيه؟ في طريقه ثانيه اسمها named. وايه named access list؟ انك بدل ما تسمي الليست بارقام وتقعد تحفظ اني ارقام ليها علاقه بالستاندرد اي بي واني علاقه بها المكات، تكتب الليست بالاسماء. ازاي بالاسماء؟ اقول له كده اي بي اكسس داش ليست، وبعدين اقول له ستاندرد، يعني بختار النوع، اروح حاطط الاسم، اي اسم على مزاجك، اي اسم على مزاجك. طب فانا هقول له كده اي بي اكسس ليست ستاندرد واحط الاسم على مزاجي انتر، هيفتح لي كونفج داش ستاندرد داش نيمد اكسس ليست. طيب ايه خبر الحلو؟ خبر الحلو ان انت لما اخترت الاسم على مزاجك انت قايل انها اي تو ستاندرد، فانت حددت النوع، فمش فارقه معانا تحط ايه الارقام المحفوظه دي. يعني من 1 ل 99 كانت بتفيد في ايه؟ ان سويتش يفهم نوع الليسته. طب ما انا قايل له خلاص النوع، يبقى سميه باي اسم على مزاجي. طيب هقول له يبقى اي بي اكسس ليست ستاندرد مسموح ان انا اكتب يا بيرميت يا اما ديناي، وبعد ما اكتب يا بيرميت يا ديناي اروح قايل له مين السورس اي بي اللي انا عايز اعمل له بيرميت او ديناي، واروح حاطط حاجه اسمها الوايل كارد ماسك. طيب في اوبشن لطيف قوي بقى في الاكسس ليست سواء النوع القديم او الجديد، انك انت ممكن تخلي سطر بيرميت او سطر ديناي موجود ومرهون بزمن. بمعنى ايه بزمن؟ يعني في اوبشن موجود سواء هتكتب الليسته كده او سواء هتكتب الليسته كده، اوبشن اسمه تايم رينج. يعني ايه تايم رينج؟ يعني تقدر تقول له من الساعه كذا للساعه كذا السطر ده موجود، وبعد كده السطر ده اكنه مش ما تحطوش. يعني انا بربط السطر ده بفتره زمنيه. يعني مثلا ايه؟ انا عايز ان انا اسمح لفلان انه يخش على الفيسبوك بس امتى؟ من بعد مواعيد العمل الرسميه، يعني من الساعه 5 للساعه مثلا 8 بالليل. فعايز اعمل ايه؟ عايز البيرميت بتاعته ان هو يخش على الفيسبوك تكون مربوطه بفتره الزمنيه دي، فتايم رينج، وبكتب ايه؟ رقم او اسم. ايه بقى ده؟ بص ده ممكن حاجه ان انا احطها كده لوحدها على جنب، ان انا اخش على الكونفيجريشن، يعني شد خط اخش على الكونفيجريشن واقول له انا لو سمحت عايز اعمل تايم رينج اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه اكس. حلو، انتر، هيدخلك جوه الكونفيج داش تايم داش رينج. بص بقى ابدا اقول له ايه؟ اقول له انا عايز ان احنا الكلام ده يتم افري مثلا ساتردي، في افري دي، في افري ويكند، يعني تكتب بس علامه استفهام هو يطلع لك افري ساتردي. اكس ده النيم اللي هيتحط هنا. لا 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 الاكس اللي هنا، فين اكس ثانيه؟ لا مفيش اكس ثانيه، لا نيم هنا كريم، ملوش دعوه بالظبط كده. لكن تايم رينج اكس تقول له بقى طب ايه الاكس دي؟ تقول له افري ساتردي من الساعه كام للساعه كام؟ انتر فروم مثلا 5، لا خليها بالتوقيت بتاع ال 12 ساعه 17:00 تو مثلا 22:00، ان السطر ده يفضل موجود في الاكسس ليست من الساعه كذا للساعه كذا. طب وبعدين لو احنا قبل التوقيت ده وبعد التوقيت ده السطر ده ملوش وجود، فانا عامل ايه مثلا؟
عامل بيرميشن لحد معين نقدر نطلع على الفيسبوك بس من الفتره دي للفتره دي كل يوم سبت في تنجر كل يوم سبت اي يوم في الاسبوع في تاني ممكن تقول له افري داي افري ويكند بقول لك يبقى اعمل بس ايه علامه استفهام بعد التايم رينج هيطلع لك في الاخر التايم رينج اللي انت ممكن تقدر تختار عليه سواء الويك اند اللي هو مقصود بيه جمعه وسبت صح الويك اند على حسب بقى انت مظبطه الكلوك بتاعتك ان الويك اند بتبقى ايه سبت وحد ولا جمعه وسبت الراوترات الامريكاني للاسف سبت وحد هي الويك اند تمام طب انا دلوقتي لو كتبت ويك اند هيختار ايه هو هيبقى يعني بص عمليه علامه استفهام هيكتب ويك اند ومقصود بيها ايه ايام احنا ممكن نعمل ايه احنا ممكن نغير بقى في الويك اند دي بس باوامر تانية بنظبط بيها كلوك اقول له بالنسبه لنا كلمه ويك اند هي تعتبر الجمعه والسبت تمام يعني في كومنت تانية ده بنغير بيها الحاجات دي اوعى وشك لا لا ولا حاجه اللي هي كلوك ست تقريبا كلوك ست في كلوك ست بالظبط في كلوك ست الاوبشن بتاع عمرو كلوك ست اقدر انا اغير فيه بقى شويه ايه التايم زون بتاعي يعني انا تبع اني تايم زون اغير بيه التوقيتات بتاعتي بتبقى بال 12 ساعه ولا بال 24 ساعه وهكذا تمام. طيب ايه كمان غير الستاندرد اكسس كنترول ليست في عندنا حاجه اسمها اي بي اكستندد اكسس كنترول ليست طيب عايز اقول لك بس ان الاكستندد دي تعتبر اكثر استخداما ليه بقى الاكستندد اكسس كنترول ليست تقدر تحدد فيها سورس مش بس سورس ديستنيشن بروتوكولز ابلكيشن ازاي تعال ناخد الطريقه الجديده على طول اللي هي النيم اقول له اي بي اكسس ليست اكستندد حلو واسميها باسم طب وبعدين انت يفتح لك كونفج داش اي اكس تي داش ان اي سي ال وبعدين اروح قايل له يا بيرميت يا ديناي ايه المتاح بقى انك انت تعمل له بيرميت او ديناي في الاكستند اكسس كنترول دي الترتيبه بتاعت الكوماند تقدر تختار اي لير 3 او اي لير 4 بروتوكول معلش امثله زي مثلا ايه هو كوماند طويل او اطول كوماند اصلا في السيستم يعني مثلا لير 3 اي بي ده بروتوكول لير 3 اي سي ام بي بتاع البينج او اس بي اف انا ممكن امنع بيه الاوس بي اف لير 4 تي سي بي ايه كمان يو دي بي فانا اقدر ان انا امنع اي بروتوكول يكون في لير 3 او في لير 4 مسافه اختار سورس اي بي بلس الوايلد كارد ماسك بتاعه اختار ديستنيشن اي بي معلش ايه فايده ديستنيشن انا احدد السورس الفلاني ما يروحش للفيسبوك يجيب الديستنيشن اي بي بتاع الفيسبوك الديستنيشن اي بي بتاع اليوتيوب الديستنيشن اي بي بتاع اي سيرفر مش عايز نوصل له لا واقدر اختار كمان اوبشن في الاخر اي كيو اي كيو ايكوال واختار يا حاجه اسمها البورت نمبر لو حافظ البورت نمبر بتاعت الابلكيشن عايز تمنعها او ابلكيشن نيم يعني لو في ابلكيشن انت عارف اسمها تقدر انت تحددها بالاسم تقدر انت تقول له انا عايزك تمنع لي ان الاثنين دول يستخدموا الابلكيشن الفلانيه طب اقدر استخدم اني ابلكيشنز في الحقيقه بقى من اي او اس للتاني تفرق موضوع الابلكيشنز دي يعني يعني في اي او اس شفتها في ابلكيشن فيسبوك على طول في ابلكيشن كلمه يوتيوب على طول تقول له ايكوال يوتيوب يعني امنعه من يخش على اليوتيوب وهو يتصرف ايوه بالظبط ابلكيشن اسم ابلكيشن مين الاكسس ليست لير 7 لا طبعا بص الاكسس ليست تستخدم لير 3 او لير 4 بروتوكول ايكوال تختار لير 7 ابلكيشن يعني هنا الاوبشن اللي بيختاره هنا لير 7 ابلكيشن خلي بالك ان الكوماند ده اصلا اكسس دي فاير وول اصلا كوماند ايوه اتش تي تي بي لير 7 اتش تي بي اف تي بي اس ام تي بي دي كلها ابلكيشنز لير 7 يعني في شفت اسمه ايه ده لا بس ما كانش اوبر كان ايه تيك توك شفت اي او اس ايكوال تيك توك تقول له امنع تيك توك مثلا كل حاجه طبعا نفس الصيغه بتاعت الكوماندات في الفاير وولز في السوتشات في الراوترات في الاكسس بوينتس انت بقى طلب منك على حسب انت كنت عايز تمنع ايه وعلى حسب انا عايز امنع مثلا سورس بعينه فايل ستاندرد سورس مع ديستنيشن مع ابلكيشن يعني بتفكر في الاكستندد لا قصدي احط اكسس تعالى نحكي هنبص كل ده لسه ايه بنكريت اكسس ليست طيب فبصوا زي ما احنا شايفين كده كريتنا ايه احنا كريتنا لحد دلوقتي اكسس كنترول ليست اسمها ستاندرد اكسس كنترول ليست اسمها اكستندد بس ليها علاقه بالايباد في اكسس ليست ليها علاقه بالماكات ماك اكسس ليست بص الماك اكسس ليست برضو ممكن اعمل بيها ايه اخش على الكونفيجريشن بص اقول له ايه ماك اكسس ليست
بص هنا بدل ما اكتب كلمه اي بي اكسس ليست اكتب ماك اكسس ليست. طب عندي اوبشن انا اقول له ايه ستاندرد. طب معلش تاني، هي الستاندرد مالها؟ ستاندرد بتبص على السورس بس. اروح قايل له اسمها. طب وبعدين انتر هيدخلني جوه كونفج داش ستاندرد داش نيمد اكسس ليست. بص بقى المره دي هقول له ايه، يا بيرميت يا ديناي مين ماك بعينه. يعني اقدر اختار بايه؟ اقدر اختار بالمكان. انهي ماك ده؟ معلش السورس ماك. او ممكن بدل ما اكتبها ستاندرد ماك اكسس ليست اكتبها ماك اكسس ليست اكستندد. اكستندد ايه اللي هيفرق فيها؟ انا اقدر اختار سورس ماك وديستنيشن ماك. يعني اقول له ايه؟ الماك الفلاني ده ما يتكلمش الماك الثاني دوت، فاختار شخصين بالمكان بتاعتهم ما يكلموش بعض. فيفتح لي كونفج داش اكستندد داش نيم ذا اكسس ليست، اروح قايل له يا بيرميت يا ديناي مين سورس ماك مسافه ديستنيشن ماك. بس هنا عشان هي ماك اكسس ليست ما فيهاش ابلكيشنز ولا بروتوكولز ولا حاجات زي كده، هي مجرد بس بالمكان. لا ده في اكسس ليست كمان اسمها ارب اكسس ليست. ارب ازاي بقى؟ بصوا تاني، الاكسس ليست دي ليها علاقه بالاي بي، والاكسس ليست دي ليها علاقه بالمكان. في اكسس ليست ادمج الاثنين مع بعض، يعني اقول له ايه؟ يعني لو داتا جايه من الماك ده بالاي بي ده ما تعديهاش. يعني اقدر اقول له ايه؟ في الكونفجريشن بص زي ما بقول له اي بي اكسس ليست، اي بي اكسس ليست، ماك اكسس ليست، ارب اكسس ليست. بس الارب اكسس ليست ما فيش منها ستاندرد، اكستندد بس. ليه اكستندد بس؟ يعني مش ينفع تحط سورس وبس، لازم تحط اثنين سورس. مين الاثنين سورس؟ الاثنين سورس انك انت تقول له يا بيرميت يا ديناي وتختار ايه؟ تقول له كده هوست تختار ماك هوست وتختار اي بي. فالقصد من الاكسس ليست انواعها كتير. طيب ايه اهم نوع من الاكسس ليست اللي انت درسته في سي سي ان اي؟ اشمعنى؟ نادر لما حد بيستخدم الماك اكسس ليست، نادر لما حد بيستخدم الارب اكسس ليست. هي بتستخدم عشان اوقف اتاكات مثلا معينه، اتاكات فيها تفاصيل اكتر، لكن احنا نستخدم الستاندرد اكسس كنترول ليست اللي فيها سورس اي بي، او اكستندد اللي فيها سورس وديستنيشن وبروتوكولز وابلكيشنز اكيد اكتر بكتير. ده بس الراوتر والسويتش. ليه السويتشات دلوقتي موجود دلوقتي؟ يعني التسويتش لاير 2 عنده انترفيس اسمها اس في اي. اس في اي انترفيس لاير 3 انترفيس اصلا. تقدر انت تحط عليها اكسس كنترول ليست بالشكل ده بلاش. في العادي تقدر تستخدم في لاير 2 سويتش ماك اكسس ليست، دي طبيعيه دي عاديه تقدر الناس تستخدمها. طيب بس الكورس بتاعنا بقى في الحقيقه عايز يناقش نوع غير دول من الاكسس ليست. اي نوع بقى اصلا؟ ان الكورس عايز يستعين بانك تكريت الليست دي عشان يضيفهم في ليست اقيم. ايه الليست الاقيم؟ حاجه اسمها فيلان اكسس ليست. يعني الليست اللي تهمنا اكتر من كل دول حاجه اسمها فيلان اكسس ليست، او ليها اسم فيلان اكسس ماك. بقول لك الفيلان اكسس ماك دي مش هتاخد مننا اربع خمس دقائق. بقول لك اه بالظبط. وقت وقت كام صفحه؟ طب بضمير كده كام صفحه؟ صفحتين. لا دي مش تبعها برايفت، مش تبعها واحده. ها واحده الشرح والثانيه المثال. الشرح مع مثال. شكرا اشكرك شكرا جدا. بالظبط كده. بص هيطلع ان ايه بقى، في نوع من انواع الاتاك اسمه ارب بويزنينج، ان حد يبعت ارب بماك واي بي مش بتوعه اصلا. فانا هعمل ايه هنا؟ انا هديناي مثلا ان او هبرميت، بس هبرميت ان دايما الماك ده هو صاحب الاي بي ده. اي حد تاني يسبوف انه بيبعت ماك واي بي مختلفين باي ديفولت اللي مش معمول له بيرميت بيحصل له ديناي. يعني ديناي ان دي على طول مكتوبه في الاخر خالص. فانا مثلا ممكن هاجي اعمل ايه؟ اعمل بيرميت للاجهزه اللي انا عارفه، واقول الماك الفلاني انا عارف ان هو الاي بي الفلاني، الماك الفلاني عارف ان هو الاي بي الفلاني. اي حد يتقمص شخصيه ماك او اي بي مختلفين عن دول السويتش يعمل له ديناي. صح. يعني بنستخدم الارب اكسس دي بالذات ان احنا نوقف الارب سبوفنج. اتاك اسمه الارب سبوفنج اتاك. بس في الحقيقه مش مستخدمه برده كتير. ليه؟ في اي سي دلوقتي معموله اسمها دايناميك ارب انسبكشن، داي دي اللي بتوقف الارب سبوفنج ده. لا صوره. تخيل لو كنا مسحنا ما خدناش ولا صوره. تخيل. طيب فكل ده بس انا هدفي ايه؟ مش هدفي دول، امال هدفي مين اللي جايه دي؟ ايوه ما تقولهمش بقى. خلاص فقساني فقساني. صح.
جدع. فين فين طيب ايه الاكسس ليست اللي انا كنت عايز اوصل لها؟ اه بقى كفايه 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 يا اخي بقى. باشمهندس هو الوايلد كارد ماسك لازم يكون 0 او 255؟ لا لا كويس، اشكرك على هذا السؤال الجميل يا هندسه. معلش ممكن نشرحها في الحته الفاضيه دي؟ يا ريت يا باشمهندس لو رقم كده ومثال يعني. اه طبعا هبهرك بالمعادله اللي هتنفذي فيها الحته اللي جايه دي. بص السؤال جاي حلو قوي من الاونلاين، بيقول هو لازم الوايلد كارد ماسك يبقى 0 او 255؟ بص اللي انا عايز اقوله لك ان الوايلد كارد ماسك مش 0 و255، هو 0 وحي. ده يفرق كتير قوي قوي في المعنى. بمعنى مثلا 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 كتير مثلا كنا بنحكي عن حاجه اسمها دلوقتي اي بي ستاندرد اكسس كنترول ليست. بص بقى الكونفيجريشن بتاعتك كانت عامله ازاي. فنخش على الكونفيجريشن ونقول له ايه؟ اي بي ستاندرد، لا اي بي اكسس ليست. بص الصيغه كلها واحده، ماك اكسس ليست، اي بي اكسس ليست، ارب اكسس ليست ستاندرد، وبنحط اسم يعني بنحط نيم بتاع الاكسس ليست. طيب وهيفتح لي كونفج داش ستاندرد داش نيمد اكسس ليست. فكنا بنكتب يا بيرميت يا ديناي، بعدين بنحط ايه؟ سورس اي بي، وبعدين بنحط وايلد كارد ماسك. فالباشمهندس بتسال سؤال بتقول ايه؟ هو الوايلد كارد ماسك لازم يبقى يا اصفار يا 255؟ اقول لك الصح، هو اسمه يا اصفار يا وحيد. يعني ايه وحيد؟ يعني مثلا لو وحدين، ما هي دي وحيد، تعرف وحدين بالباينري يعني كام؟ ثلاثة. طيب لو ثلاث وحيد 7، لو اربع وحيد 15. ايه ده يعني ممكن وايلد كارد ماسك يبقى عامل ازاي؟ بص يعني ممكن لما نيجي نكتب بيرميت وديناي نيجي نقول ايه مثلا؟ بيرميت كام مثلا؟ 192.168.1.0. بص بص الحركه الجايه دي 0003، يعني ممكن اكتبها 003. انا بقى عايزك تعرف المعنى لما نكتب حاجه زي كده معناها ايه؟ اكتر اربعه. بمعنى هيطلع لما يتكتب 3 هيطلع ان الوايلد كارد ماسك ده كانه بيسمح لعدد قد ايه؟ بيسمح لعدد من 0 ل 3. اشمعنى من 0 ل 3؟ اربع احتمالات. ليه اربع احتمالات؟ انت لو جيت فكرت هو الثلاثه دي اللي هي كام؟ ونايه ونتين. معلش هي الونات يعني ايه؟ دونت كير. عندك يعني كام بيت دونت كير؟ 2 بيت دونت كير. بيدوا كام احتمال دول؟ اربع احتمالات. ثاني 2 بيت بيدوا اربع احتمالات، 3 بيت بيدوا 8 احتمالات. ما تفكرش فيها كده، ما تفكر فيها ايه؟ انه اكنك بالظبط بالظبط اكنك بتقول له ايه؟ عايزك تبرميت من اول 192.168.1.0 المسموح ليه المكتوب ده لحد مين؟ لحد 192.168.1. بص بقى تجمع دي على دي، انا عايز رايي اجمع دي على دي. 0 مع 192.192، 0 مع 168 تبقى 168، 0 مع 1 ب 1، 3 مع 0 3. او عايز ما تعبش دماغك ان هو 0003 معناها ان هم اربع احتمالات. ايه اللي اربع احتمالات؟ بدايه من ده 0 1 2 3. انا قصدي فعلا دول كده يطلعوا اربع احتمالات. تاني كده الوايلد كارد ماسك تعرف تلعب بيه العاب قويه جدا زي ايه مثلا؟ قول له انا عايز اسمح، بص عايز اسمح للمجموعه في النص كام مثلا؟ 192.168.1.64. شوف انا كتبت ايه بدايه كلام 64. 0007. تعال نشوف مع بعض الاثنين دول معناهم ايه. انا كده عايز اسمح لايبات من اول كام لحد كام؟ كده عايز اسمح لايبات من اول المكتوب يعني المكتوب دوت لحد المكتوب زائد الماسك. يعني الماسك ده بيديني ايه؟ بيديني بيقول لك فرايتي يعني عارف عدد. فاحنا بالنسبه لنا 007 معناها كام؟ 8 احتمالات. كده كده 0003 اربع احتمالات، 007 يعني معناها 07 8 احتمالات. هيطلع معناها ان 192 بص اجمع مع بعض 168 اجمعهم مع بعض 7 زائد 64 يطلع كام؟ مش 73 72 بدايه من الرقم ده من الرقم دوت كام احتمال؟ 8 احتمالات. فمش 71 صح؟ 71 هيطلع 71. كده انا بقول له ايه؟ الايباد من 64 لحد 71 دول اللي اعملهم بيرميت مثلا او انت كاتب لهم ديناي. طب بقول لك ايه معلش يعني تعالى نجيب بقى ايه السبيشال كيسز. لما كنت بقول له بيرميت
192.168.1.2 وبسكت. لما بسكت الوايلد كارد ماسكر بيتحط 0000 معناها 0000 معناها كام احتمال؟ واحد. احتمال واحد. بص تاني كده، ثلاثة يبقى أربع احتمالات، سبعة يبقى ثمان احتمالات، زيرو يبقى احتمال واحد. إيه الاحتمال الواحد؟ بقول لك إيه، احسبها معايا، من 192.168.1.2 من المكتوب لحد المكتوب زائد الماسك، هجمعهم مع بعض. ما لما جمعت ده على صفر يبقى هيطلع هو هو. فكده انا بقول له ايه؟ بقول له من اول الاي بي ده لحد هو نفس الاي بي، هو فعلا 000 معناها ايه؟ هو الاي بي ده بس. طب معلش تاني، لما قلت له بيرميت 192.168.1، بص بص الحركه دي، صفر 000255. بص دي اوقع بقى 255، معناها ان دي كلها وحايد. معناها ايه وحايد؟ ان الخانه الاخيره دي كلها دونت كير. طب يعني كده ارقام المفروض من كام لكام؟ من 192 كله من صفر لحد 255. بقول لك ايه، طب ما تعملها بطريقه الجمع. والله طريقه الجمع دي جميله قوي. بدايه من ده لحد ده زائد ده، ده زائد ده بكام؟ 0000255 صح؟ 192.168.255. خلاص لو جمعت ده مع ده هيديك اخرك. طب ومين اولي؟ اللي مكتوب ده هو هو الاول بتاعي. احسبها، لا يعني مش همسحها، هتغيرها طبعا على السبوره الجديده. احنا كان عندنا كوماند الهوست يا هندسه. كوماند الهوست ماله؟ عايز ادي يعني اي بي بعينه هو اللي واحد على اثنين. كلمه هوست بديل للمايلد كارد ماسك صفار. يعني انت لو ما حبيتش تحط وايلد كارد ماسك صفار انت ممكن تكتب كلمه هوست وتحط السورس اي بي. يعني هو في صيغه الكونفيجريشن هوست والسورس اي بي، يعني معناها سورس اي بي وايلد كارد ماسك صفار. بس القصد ايه؟ طب ما الوايلد كارد ماسك صفار بيتحط لوحده. فعشان كده مثلا في حاجه زي الستاندرد اكسس ليست انا ليه اوجع دماغي واكتب كلمه هوست؟ بس عايز تكتبها ماشي. مش انت بس بيقول لي ينفع اكتب كلمه هوست؟ كلمه هوست موجوده في الكوماند جايد، يعني في الكوماند نفسه. لما تبقى عايز تحط وايلد كارد ماسك صفار انت ممكن تقول له ايه؟ بيرميت هوست كذا. هي نفس معنى بيرميت 192.168.2.0000. خلاص طالما كده كده هتتكتب لك على طول، فعارف هتزود كلمه هوست على الفاضي يعني. ايوه يعني حتى في الاكستندد لو انا عايز اخلي مثلا جهاز ما يكلمش جهاز عادي ممكن ما تكتبش هوست دي. بس تكتب ايه بدل هوست؟ يعني يا تكتب هوست وتحط الاي بي، يا تحط الاي بي وراه الوايلد كارد ماسك. خلاص ما انا مش هحط الوايلد كارد، فمعنى كده ان هو هياخده بصفار. لا فين بقى؟ في الستاندرد، الستاندرد الوايلد كارد ماسك بين قوسين بالشكل ده ديفولت. في الاكستندد الوايلد كارد ماسك مش اوبشنال، لازم تكتبه. يعني بص في الستاندرد هتلاقي الوايلد كارد ماسك مكتوب في الكونفيجريشن كده. معناه ايه كلمه حاجه بالرمز ده في الكونفيجريشن؟ انه ليه ديفولت. اوبشنال بالظبط كده. اوبشنال وليه ديفولت. اما في الاكستندد اكسس ليست السورس اي بي مع وايلد كارد ماسك مفيش حاجه معمول عليها علامه العلامه بتاعت البراكتس دي، فلازم تكتب السورس اي بي ولازم تكتب الوايلد كارد ماسك ساعتها. طب ايه البديل؟ دي لو بتتكلم لو ده صفار تكتبها هوست بقى. تمام. لكن النتورك ما لازم اكتب الوايلد كارد. لا لو عدد لازم وايلد كارد ماسك. يعني ثاني هوست بديله للصفار بس. طيب وفي كلمه ثانيه، بص في الواي اكسس ليست كلمه هوست بديله انك انت تحط وايلد كارد ماسك صفار. يعني دي ينفع دي ينفع. وكلمه اني بديله للوايلد كارد ماسك 255 255 255. غير كده ملهاش بديل. يعني لو الوايلد كارد ماسك كده بس ده ليه بديل، الوايلد كارد ماسك كده بس ليه بديل، لكن اي وايلد كارد ماسك تاني لازم انت تحطه بديل. تمام شكرا. قصدي اساس الموضوع وايلد كارد ماسك ده صح. وانت شفت كمان ان اللعب بالوايلد كارد ماسك خطير قوي. يعني ايه؟ من صفر لثلاثه اللي هم اربع ايباد، من 64 ل 71 تقدر تختار ايه؟ عدد الايباد. بس بشرط لازم طبعا اختياراتك كلها تبقى زوجي. يعني ايه؟ يعني تختار انك تبرميت لا ممكن واحد بس فردي، بس يعني واحد بس فردي، واحد او اثنين او اربعه او ثمانيه. بيقول لك لو عايز الاود نمبرز يا باشمهندس. لو عايز الاود نمبرز لا مش عارف اجيبها. ما ده اللي انا بقوله بقى، مش هيعرف يجيبها. يعني ايه؟ يعني انا لو حطيت الوايلد كارد ماسك 24 ما ينفعش اجيب الاود بتاعها؟ لا مش عارف اجيب الاود نمبرز. بس ليه بقى؟ انا عندي يا اما اجيب جهاز واحد بس يا اما 0 1 اللي هي جهازين. معلش يعني دي هتديني جهازين، يا اما 1 1 دي اربع احتمالات، يا اما 1 1 1 اللي هي ثمان احتمالات، يا اما دول 16 احتمال. فبالوايلد كارد ماسك دي اللي هي تدي كام؟ دي اللي هي 0.0.0 0001 ودي كام؟ دي 0003 دي كام؟ 0007. اشمعنى 7 بتدي 8 احتمالات؟ دي 0015. فالقصد لا مش عارف ان انا اجيب ارقام اوض. انا عايز ابرميت 7 اشخاص بس صعب.
عايز بيرميت خمس اشخاص بس صعب لسبب هو مفيش في السب نيتنج اصلا سب نت ماسك يقدر ان هو يختار عدد اوض. يعني في الاخر لو مثلا خدنا مساله قول لي السب نت ماسك اللي يديك خمسه هوست مش هتلاقي فيه سب نت ماسك يدي خمسه ثمانيه يعني بيديك ثمانيه اي بي فمفيش حاجه تدي خمسه مثلا ما ينفعش ليه؟ ممكن ايه؟ طب ما يعمل اربعه واحد برافو عليك بس ما يعمل اربعه يعني بص لو عايز حاجه خد بقى هتلعب بقى ايه؟ هتلعبها على سطرين مش على سطر واحد بس هو كان عايز على سطر واحد في الاول بس هي فكره حلوه اعملها على مرتين اعملها على سطرين طب لو عايز سبعه اربعه واثنين واحد طب انت تعمل اربعه واثنين واحد انا قصدي فعلا بص الراي السديد هنا انك انت لو حبيت تجيب رقم قد هتضطر تعمله على كذا سطر بقى يعني ايه؟ عايز اجيب سبعه ايباد مش ثمانيه فهضطر اخد اربعه اثنين واحد فعلى ثلاث سطور وعادي الاكسس ليست ممكن تبقى بتاخد سطور كتيره ده طبيعي بتاعها اصلا. طيب ايه اللي احنا برضو عايزينه مش كل ده؟ واحنا كان الهدف بتاعنا حاجه اسمها فيلان اكسس ليست او مشهوره باسم اسمها فيلان اكسس ماب. ايه الفيلان اكسس ماب؟ هي الفيلان اكسس ليست فيلان اي سي ال. ايه الفائده بتاعت الفيلان اكسس ليست؟ كان من فتره كده الباشمهندسه هبه قالت لنا ايه؟ قالت انا عايزه حد من الموظفين بتوعي جوه نفس الفيلان ما يخشش على بقيه الناس اللي في نفس الفيلان بتاعته. يعني يعني هي عايزه ان احنا على سويتش حلو والسويتش ده جواه حاجه اسمها سويتشنج انجن حلو والسويتشنج انجن ده مسؤول عن الفيلانات والترنكات والحاجات دي. يوزر واصل على فيلان 99 ماله؟ مش عايزه ان هو يتكلم بقيه الناس اللي واصله على برضه نفس فيلان 99. يعني شخص الاي بي بتاعه مثلا 192.168.1.99 مش عايزه يتكلم 192.168.1.x كلهم. ايش معنى يعني لاي بوليسي لاي سياسه عندك انك ناس جوه نفس الفيلان عايز يحصل ايه؟ عايز ان الشخص ده لما يجي يحاول ان هو يعدي ويخش للناس اللي موجوده في نفس الفيلان لا. طب يخرج بره؟ اه يعني هي عايزاهم مثلا يخرج بره على كلاود يخرج بره على الانترنت لكن ما يتكلمش مع الناس اللي معاه في نفس الفيلان. ليه؟ كان ساعتها بس بتقول ان هم بيلعبوا مع بعض ميدل اوف اونر او بيلعبوا جيمز فانا مش عايز مثلا الناس اللي في نفس الفيلان يكلموا بعض. طب ودي ممكن اعملها ازاي؟ بص دي هعملها عن طريق ان انا هكريت حاجه اسمها فيلان اكسس ماب واكتفتها على الفيلان نفسها. يعني اقول له ايه؟ اي حد ليه علاقه اي بورت ليه علاقه بفيلان 99 نفذ عليه مثلا البوليسي دي. طب ودي بتتنفذ ازاي؟ هي بتبقى طريقتها بس ايه؟ رخمه شويه بس هتتعود عليها وخصوصا لما تكمل بقيه الكورس لما تاخد حاجه اسمها الروت ماب في الكورس. ليه بقى؟ فيلان اكسس ماب هي تعتبر اكسس ليست الفيلانات بس سوفيستيكيتد شويه يعني معقده بعض الشيء. فيلان اكسس ماب وبنسميها باسم عاطف. ليه؟ هو بس اللي كان فاكر حاجه اسمها روت ماب فدي شبهها في الكونفيجريشن. طيب بتتعمل ازاي الفيلان اكسس ماب؟ على كذا سطر انتر كده انت عملت ايه؟ سميت الاكسس ماب. معلش انا ليه هسميها؟ بص انا هطلع انا هسميها عشان في الاخر خالص هخش على الكونفيجريت شنو اقول له كده؟ ان انا عايز اعمل فيلان فلتر. يعني انا عايز اعمل فلتر على الفيلانات. اسمه ايه الفلتر ده؟ اسمه عاطف. طيب ويا ترى ان انا عايز اعمله على اني فيلان؟ اروح اقول له ان انا عايز انفذ الكلام ده على فيلان ليست مثلا 99 يعني على الفيلان اللي رقمها 99. فانا بس كريتها باسم عشان اعمل بعد كده ايه؟ افعل الفيلان دي او سوري الاكسس ليست دي على فيلان مثلا 99 او لو عايز على 99 وكذا فيلان ثانيه بعمل كوما او ده شيء. طيب لير 3 سويتش. لير 3 سويتش لازم لير 3 سويتش لازم. بس انا عايز اقول لك بقى على خبر كل سويتشات سيسكو الجديده خلاص بقت لير 3. سيسكو اصلا زمان 2069 اكس بس اللي لير 2 والباقي كله لير 3 دلوقتي من اول 9200 لير 3 سويتش. بعملها لا 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 ممكن اعملها بص على فيلان فلتر يعني مش هو طالما عنده انترفيس فيلان يقدر يتعمل عليه اكيد لازم الكوماند كونفيجريشن دي. بس انا قصدي من غير ما اخش جوه الانترفيس فيلان نفسها انا هقول له ايه؟ فيلان فلتر عاطف نفذه على مين؟ على فيلان 99. اي انترفيس فيزيكال بقى اي انترفيس فيزيكال ممبر في فيلان 99 هيتنفذ عليها الاكسس ليست دي. انا فعلا كان ممكن اعمل ايه؟ لو حتى كانت بورت البورت دي لير 2 بورت مش لير 3 بورت. البورت دي لير 2 يعني ايه؟ مالهاش اي بي مالهاش ماك فكان صعب ان انا انفذ عليها اكسس ليست من الاكسس ليست الموجودين دول هنا. بس انا هعمل ايه دلوقتي باللي انا هعمله؟ هعمل اكسس كنترول ليست هقول له مين اللي يحصل له بيرميت ومين اللي يحصل له ديناي اقول له نفذ الكلام ده على اي بورت اتقال لك ان هي اكسس في فيلان 99. فانا قصدي ان هي دي طريقه بيها ان انا اقدر اعمل اكسس ليست على بورتات تبقى لير 2. لا ما اقدرش لا ممكن اعملها على سويتش الاكسس لو كانت مالتي لاير بس مالتي لاير. لو عاديه لا. ايوه بالظبط كده
بس بشرط يكون الاكسس بتاعي مالتي لير سويتش 2069 اكس مش ار، يبقى للاسف مش هتنفع معاها البنون اكسس ميد، الا اذا قريت في داتا شيت ان هي سبورت. يعني في الاخر ممكن يطلع ايه، هو لاير 2 سويتش بس عاملين سبورت في الكنترول بلين بتاعه او المانجمنت بلين بتاعه يقدر يسبورت الفيتشر دي. ليه؟ انا برضو كده كده ما دخلتش جوه الانترفيس لاير 3، انا داخل جوه انترفيس بتفهم فيلان. انا اصلا قايل له على الكونفيج قول له ايه، اي انترفيس تبع فيلان 99 نفذ عليها الفلتر اسمه كوماند بالظبط فيلان اكسس ماب اتقبل خلاص. طيب بص بقى عايز اقول لك الطريقه زي لطيفه مع ناس سوفيستيكيتد. انت بتقول انا عايز اعمل لسته اسمها عاطف ونفذها على فيلان 99، هتدوس انتر هيفتح لك كونفيج داش فيلان داش ماب، لا اسف اكسس داش ماب. طيب ايه الاوبشنز اللي انت ممكن تحطها؟ بتقول له ماتش، بمعنى ايه بقى ماتش؟ تقول له لو سمحت انا عايزك لو لقيت كذا هو ده الماب بتاعته. طب ماتش هنا على ايه؟ هم عملوا عملوا هنا ايه؟ بص هم عاملين دلوقتي لسته، الليسته دي هتتنفذ على البورتات اللي كلها فيلان 99. طب انا عايز اقول بقى اماتش يعني ايه، ابيرميت او ديناي بناء على ايه؟ هيطلع ان انت عشان تقدر تعمل ماتش بتعمل ماتش بحاجه من اتنين، اما تكتب ماتش اي بي ادرس. طب اكتب الاي بي ادرس ازاي؟ يعني مثلا عايز اماتش على الاي بي ادرس ده، لازم اماتش على الاي بي ادرس ده عن طريق ان انا احط اكسس ليست، او اوبشن ثاني اقول له ماتش على ماك ادرس، مش كده انا سايب التو ليست دول، ماتش على ماك ادرس واروح حاطط برده رقم اكسس ليست. ايه الفرق ما بين الاثنين دول؟ انت تقدر تقول له ايه، تقول له بقول لك ايه عاطف، هو هو نفسه اكسس ليست مثلا 7، هيسي اكسس ليست 7، اكسس ليست 7 دي لسته انت عاملها عشان خاطر تحط فيها الاي بي بتاع عاطف ده، او تقول له اكسس ليست 8 هيسي 8، 8 دي الاكسس ليست بتاعه المكان. بص على فكره الاكسس ليست النمبر النيم انت ممكن تحط ارقام عادي اللي هي خلاص يعتبر ده نيم مش اعتبروش نمبر، يعني تسميها 8. ايه 8 دي؟ اسمها 8، يعني عادي ان احنا نحط الاسماء عباره عن ارقام، لكن في الاكسس ليست القديمه كان لازم تحط الارقام بشكل صريح. لكن انا ممكن اسمي لسته 8 اسمها كده 8، اسمها 8، يعني مش فاكر ال 8 دي الفابيتك مش نيوميريك. طيب فانا مثلا اقول له ايه، ماتش على الاكسس ليست بتاعت الايباد 7، ماتش على الاكسس ليست بتاعت المكان اللي اسمها مثلا 8. ماشي اكون كاتب ايه في الاكسس ليست دي؟ بص اكون كاتب ايه في الاكسس ليست دي؟ اكون كاتب في الكونفيجريشن مثلا كده اكسس اي بي اكسس ليست، سبعة اللي هي دي بيرميت، لا سوري اي بي اكسس ليست ستاندرد 7 انتر، وانا جوه الاكسس ليست اقول له بيرميت مين 192.168.1.99. بص لو حطيتش وايلد كارد ماسك معناها ايه؟ معناها ده بالظبط. بس بص بقى الحركه اللي هعملها دلوقتي، انا قلت له بيرميت معناها ايه بيرميت؟ اسمح له. بص بقى الحركه اللي جايه دي اوبشن بقى انك انت تقدر تعوض في الاكسس ماب وتروح له كده اكشن. اعمل ايه مع الراجل ده اللي ماله اللي مكتوب له بيرميت هنا؟ والله الاكشن ممكن انك انت تعمل فورورد، فورورد يعني سيبه يعدي لو حبيته ان هو يعدي. افرض انا مش عايزه يعدي، لو انا مش عايزه يعدي بكتب اكشن دروب، دول التو اكشنز اللي عندي. طب معلش هو منين بيرميت ومنين دروب؟ اقول لك على الاكسس ماب دي بس فكرتها ايه. الاكسس ماب هيطلع عباره عن ماب بتستعين باكسس كنترول ليست عاديه سواء اي بيات او مكان از ماتشنج تول. بمعنى ايه ماتشنج تول؟ ان احنا لازم في الاكسس كنترول ليست نقول له دايما بيرميت عشان خاطر هنا ديناي ما لهاش اي لازمه. انا اكني بقول له ايه، بقول له بالنسبه للاكسس ماب اللي اسمها عاطف يقول لي مالها، اقول له شايف اللي مكتوبين في الاي بي ادرس اكسس ليست 7؟ كلمه شايف مقصود بيها كده بيرميت يعني ايه شايفه؟ اقول له اه شايف، اقول له اكشن دروب. يعني ايه اكشن دروب؟ طب ما كنت كتبت له ديناي الاكسس ليست، لو هتستخدمها جوه فينا الاكسس ماب ما ينفعش تحط لها ديناي. عارف ديناي في الاكسس ليست هتبقى معناها ايه؟ تقول له مش شايف السطر ده، يقول لك ايوه مش شايف. كلمه بيرميت اكنك بتقول له ايه، تقول له شايف اللي انا قايل لك عليه بيرميت؟ تقول له اه شايف اللي انا قايل لك عليه بيرميت. اعمل فيه دروب. فانت لو كنت عايز تعمله دروب او حتى لو كنت عايز تعمله فورورد لازم في الاكسس ليست تحط له كلمه بيرميت. تاني كلمه بيرميت مقصود بيها ايه؟ بقول له شايف اللي انا بقول لك عليه ماتشه في الاي بي ادرس اكسس ليست، يعني شايف اللي معمول له بيرميت؟ اه. امال لو كنت كاتب ديناي، ديناي يعني اكنك بتقول له ايه مالكش دعوه بيه. طب ماليش دعوه بيه انا هعمل ايه؟ ما انا مش لاقي حاجه اعمل عليها ماتش. فعشان كده ما ينفعش تعمل الاكسس ليست دي ديناي لو ناوي تستخدمها جوه حاجه اسمها فيلان اكسس ماب. فتاني كده ايه هي الفي اكس فيلان اكسس ماب؟ سوفيستيكيتد اكسس ليست، اكسس ليست معقده. ايه الهدف منها؟ ان انا استعين باكسس ليست بتاعت الاي بي او الاكسس بتاعت المكات عشان انفذها على بورتات ليها علاقه بفيلان معينه، بورتات تكون لير 2. ومش ده الطبيعي بتاع الاكسس ليست، لا مش طبيعي.
مش طبيعي ليه؟ الاكسس ليست مثلا العاديه دي لو حد يفتكرها من سي سي ان اي كان لازم تتطبق اساسا على راوتر او راوتر بروسيسور، تيجي على انترفيس بتاعت راوتر وهو جاي يراوت تبدا تروح قايل له ايه، تقول له بيرميت او ديناي. احنا ايه الجديد بقى اللي عاملاه الفيلان اكسس ماب؟ انك انت تقدر تنفذ الاكسس ليست دي على سويتش انجن، ما نروحش الراوتر بروسيسور اصلا. يعني اقدر استخدمها على ايه؟ جوه لاير 2 بورتس، وده مش الطبيعي اصلا بتاع الاكسس ليست. لو بالاي بيات مثلا، يعني لو حاجه بالاي بيات اكستندد اكسس ليست ستاندرد اكسس، ما ينفعش ان انا استخدمها على بورتات كانت اساسا لاير 2 ما بتتفعلش، يعني الامر نفسه ما يتفعلش. وعشان كده فيلان اكسس ماب جت بسوفت وير جديد او فكره جديد، ان انا هعمل ايه؟ فيلان اكسس ليست تطبق الفيلانات، يعني تطبق الفيلانات على البورتات اللي فيلان معينه، واقدر استعين باكسس ليست فيها اي بيات، باكسس ليست فيها ماكات، وسون باكسس فيها ارب، يعني لو لها علاقه بالارب. فانا كده هقول له ايه؟ شايف ان انا كاتب لك عنه بيرميت في الاكسس دي؟ اه شايف. اعمل فيه ايه؟ اكشن مثلا اعمل له دروب. فتقدر تختار طبعا ناس تعملها فورورد، ناس تعملها دروب، على حسب انت عايز ايه، وتنفذ ده على الفيلان بتاعتك. طبعا دي تفرق معايا في ايه، بس كان مثال باشمهندسه هي مثلا شايفه ان هي في موظفين فيلان الاتش ار، فالفيلان الاتش ار موظفين بيتكلموا مع بعض، بعتوا بعض داتا، والداتا دي مش عايزين انها تتبعت ما بينهم بعض. امال عايز الاتش ار يعمل ايه؟ يروح لسيرفر بره على طول. فانا ممكن اجي اعمل ايه؟ اعمل لهم اكسس، امنحهم ان هم يكلموا بعض عن طريق ايه؟ ستاندرد. ممكن اعمل لهم اكستندد كمان اكسس ليست، يعني مثلا ممكن تعمل ايه؟ اكستند اكسس ليست تختار فيها الجيمز مثلا، نشوف الجيمز مثلا لو موجوده في الاكسس ليست في الاي او اس بتاعها تتسمى ايه؟ المالتي ميديا مثلا. بتبدا تعمل ايه؟ اكسس ليست اكستندد، وتعمل فيها ايه؟ ممنوع ان اي حد يتعامل مع الثاني باي مالتي ميديا مثلا ابلكيشن. فيبقى كل ما يجوا يتعاملوا مع بعض مالتي ميديا ابلكيشن ومعديين من الجيلان لنفسها، يبدا يحصل لهم ايه؟ الاكشن بتاعها يبقى دروب. سوفيستيكيتد شويه، بس انت هتتعود عليها لما ناخد حاجه شبهها قوي اللي اسمها الروت ماب. يعني يمكن لو حد حضر كورس الراوتنج كان في حاجه اسمها روت ماب، وكانت برضو بماتش بس بدل اكشن كان اسمها ست، فكان ماتش وست. فهتعود عليها اكتر لما نبدا نخش في جزء اخر من الكورس. مبروك، خلصت لحد دلوقتي كده انت نص المحاضرات بتاعه الكورس، ويظل لسه النصف الاخر من محاضرات الكورس. لو عندك استفسار انا معاك حبيبي. كبرك سلام، اديك الحاجه انا حبيبي. اشوفك على خير عشان لسه ناخد استفساراتك. معاك يا هندسه، اتفضل سؤال معاك. يا مساء العسل والفل والجمال. كونتين هندسه مش على الوايرلس يا هندسه، بس انت اللي ما جالكش اليوزر نيم والباسورد؟ ما جالكش؟ لا خلاص، لو ما جالكش ما تخسرش حاجه. لا ما تفعلش بجد. اه استنى اتاكد، انا بعت لك يوزر نيم وباسورد، لك اتفعل او في خاص مخصم؟ بس بالتالي انت ما كنتش جالك اي حاجه من الحاجات دي. ما جاليش. لا انا بس انت الاجراءات نفسها احنا وقفناها قبل ما سيسكو نطلع التخفيض اصلا. ليه من ثانيه كنت سالتك كذا مره اصلا عليه؟ استنى لو سالتك انا دفعت فلوس من مين؟ ايه لا ما اشوف طبعا. تعرفني النوفي. ازيك عمر، اخبارك ايه؟ بس انا عايز الموبايل القديم بتاعك. ليه بقى؟ Thank you.